بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الاهلي ليله. حلقه النهارده بالتاكيد هنناقش فيها تفاصيل مهمه جدا، تحديدا مباراه الاهلي وفريق اسوان. المباراه النهارده كانت في الاسبوع الثالث للدوري العام، وفوز النادي الاهلي بنتيجه كبيره وعريضه على فريق اسوان في اسوان بخمسه اهداف مقابل هدف واحد. مباراة كانت قوية جدا، مباراة كانت مثيرة، استطاع النادي الأهلي أن هو يحقق انتصار مهم جدا خارج مصر، خارج القاهرة، لأن المباراة بتتلعب في أسوان، فبالتأكيد خارج الديار بالنسبة للنادي الأهلي، لكن يعتبر انتصار جيد جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبداية موفقة تحت قيادة الفريق المدير الفني السويسري ريني فايلر. بالتأكيد هنناقش كمان أهمية التوقف الفترة القادمة بالنسبة للدوري العام، إن الفترة القادمة في أجندة دولية بالنسبة للمنتخب الوطني، ففي فترة توقف حوالي أسبوعين. الأندية بالتأكيد هتستعد لاستئناف المشوار من جديد في الأسبوع الرابع للدوري، والبداية هتكون مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، فهنشوف الاستعداد بالذات خلال الفترة الجاية هيكون إزاي بالنسبة للأندية في الدوري العام وأيضا كمان المنتخب في المرحلة القادمة. لذلك النهاردة هيكون معنا بعد فقرة الانترو وفقرة الأخبار اثنين من ضيوفنا الكبار. الفقرة الأولى مع الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير أخبار الرياضة الأستاذ محمد صادق، هنناقش معاه يعني توقف الدوري خلال الفترة القادمة، البداية الموفقة للنادي الأهلي في أول ثلاثة لقاءات في الدوري العام، 9 نقاط، العلامة الكاملة في أول ثلاثة مباريات، وأداء ومستوى يعني متميز جدا، حاصلة أهداف كمان، حاصلة أهداف متميزة جدا للنادي الأهلي، حوالي 10 أهداف في أول 3 أسابيع، الفوز على سموحة بهدف مقابل لا شيء، الفوز على الإنتاج الحربي ب4 أهداف مقابل لا شيء، ثم الفوز على أسوان ب5 أهداف مقابل هدف وحيد، فبداية موفقة، انطلاقة قوية بالنسبة للنادي الأهلي. ثم الفقرة الحوارية الثانية والأخيرة هيكون ضيفنا فيها الكابتن حسين شكري نجم النادي الأهلي السابق، وفرصة طيبة النهاردة يكون معانا عشان نتكلم معاه عن رؤيته للدوري العام في الفترة الحالية، رؤيته أيضا للمنتخب الوطني والاستعداد في الفترة القادمة تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة حسام البدري بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن في البداية، بداية هذه الحلقة مهم جدا احنا نتكلم في التوقيت الحالي عن ذكرى انتصار أكتوبر. طبعا مر على هذا الانتصار وهذه الذكرى 46 سنة، لكن مع كل سنة ومع كل عام وكأنها كانت بالأمس. ذكرى انتصار اكتوبر بالنسبه لنا كجيل، حتى كجيل شاب يمكن ما حضرش انتصارات اكتوبر سنه 73، لكن يوم مع يوم الاجيال كلها بتتذكر هذا الانتصار بشكل ممتاز، لان هذا اليوم ما ينفعش ان هو يعدي علينا الا لما نحتفل بيه ونحتفي ايضا بابطالنا اللي كانوا موجودين في هذه الذكرى الطيبه. هي ذكرى العزه واسترداد الارض والكرامه. مصر استطاعت في هذه الفتره والحقبه الزمنيه ان تضع كلمتها الاولى أمام العالم كله لجاي تسترد أرضها. طبعا مصر في هذه الحقبة الزمنية مرت بظروف صعبة جدا، لكن العزيمة والإصرار لدى المواطن المصري الجندي المصري كانت كفيلة أن مصر تقدر تتخطى صعاب صعبة جدا ومواقف ودول كانت تحارب مصر بشكل صعب جدا في هذه الفترة الزمنية. مصر ضربت المثل عام 73 بمسميات ومعاني مهمة جدا في فكرة استرداد الأرض واسترداد العزة والكرامة بالنسبة للمواطن المصري. لك أن تفتخر في أي فترة زمنية وفي أي مكان في العالم بقواتك المسلحة، ببلدك، بقيمة وطنك، بقيمة تراب بلدك، بقيمة مصر. نعم، القوات المسلحة دايما يعني خيار من اتنين، وانت موجود كجندي بتخدم داخل القوات المسلحة وبتخدم بشرف وبوطنية وبحب كبير جدا، الخيار من اتنين، يا إما النصر بشرف يا إما الاستشهاد ببطولة. معاني وكلمات ليها مدلول كبير جدا لن تجدها إلا داخل القوات المسلحة وداخل عقيدة الجندي المصري من أجل حبا في تراب هذه البلد. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة ومصر حرة أبية، كل سنة وكل يوم وكل ساعة وكل لحظة وإحنا مرفوعين الراس، كل سنة وإحنا في المقدمة وإحنا دايما واخدين حقنا من كل معتدي يحاول يقرب من أمن وسلامة مصر. عيد العزة، عيد الكرامة، عيد النصر، 6 أكتوبر عام 1973، هنفضل كل سنة نحتفي ونحتفل بهذا اليوم عشان كل جيل يسلم الجيل اللي بعده الذكرى دي والأمانة دي، عشان تفضل مصر دايما راسها مرفوعة. كل الشباب يعرفوا أن أجدادهم كانوا أبطال قادرين على تخطي الصعاب وقهر المستحيل. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا أحرار. ذكرى متميزة وذكرى جميلة بالنسبة لنا، حتى اللي ما حضرش
سنة 73 هذا الانتصار بيفتخر مع كل سنة أنه يردد مثل هذه الكلمات، لأن شرف لأي مواطن مصري أنه يكون جندي من جنود القوات المسلحة. نادي الأهلي نادي الوطنية، مصر بالنسبة لنا طبعا مصر فوق الجميع، فدايما بنهتم وبنبقى سعداء لما بنتكلم عن بلدنا بهذا الشكل، وبنفتخر بقيمة وطننا بهذا الشكل. العالم كله بيتكلم عن معدن المواطن المصري، معدن وصلابة الجند المصري. فدايما يا رب في أحسن صحة وأحسن حال، وقواتنا المسلحة يا رب دايما كل سنة موجودة بشكل جيد وبخير يا رب، وبتأدي واجبها بشكل متميز، وبتدافع عن تراب وطننا الكبير مصر الكبيرة. خبر أو جزئية تانية النهاردة، يمكن بعد الكلام عن حديث ذكرى انتصارات أكتوبر والحديث عن 6 أكتوبر عام 73، واجب طبعا ان احنا نقدم احر تعازينا لاثنين من نجوم الكره المصريه، كابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي السابق ومدرب منتخبنا الوطني الحالي، بنعزيه في وفاه والده، توفى فجر اليوم، والعزاء النهارده كان في مسقط راسه في الفيوم. بنوجه طبعا التعازي للكابتن سيد معوض، ربنا يصبرك كابتن سيد، والوالد يا رب باذن الله يكون في الجنه، ونحتسب ان شاء الله باذن الله في الجنه ان شاء الله. ايضا كمان واجب تعزيه للكابتن جمال الغندور حكمنا الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام، بنوجه له التعازي في وفاة والده أيضا النهاردة صباح اليوم. البقاء لله كابتن جمال، البقاء لله كابتن سيد، ربنا يجعلها آخر الأحزان، وما تشوفوش دايما يا رب أي حاجة وحشة الفترة اللي جاية. ننتقل للنادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة كان عنده مباراة مهمة جدا مع نادي أسوان، والمباراة صعوبتها أو أهميتها ليس في قيمة المباراة على المستوى الفني أو على المستوى البدني، لكن صعوبتها في توقيت إقامة هذه المباراة. المباراة اتلعبت في حدود حوالي الساعة 3 العصر، والظروف للأسف لم تكن جيدة، لأن النهاردة درجة الحرارة كانت عالية جدا في القاهرة، فما بالكم بقى في أسوان وفي جنوب الصعيد كانت درجة الحرارة عالية جدا، لدرجة حتى حكم المباراة النهاردة محمد الحنفي في الجزء الأخير أو في بعد 30 دقيقة من الشوط الأول وفي جزء من الشوط الثاني، منح حوالي 5 دقائق رايحة. طبعا طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي لما بيكون في رطوبة عالية أو درجة حرارة عالية لازم تدي مساحة من الوقت لإعطاء الراحة لتناول المشروبات، حرصا على سلامة اللاعبين، لأن إقامة مثل هذه المباريات في التوقيت ده صعبة جدا، والاتحاد الدولي بيحبز إن ما يكونش في مباريات في التوقيت ده، خاصة لما يكون في أضواء كاشفة. لكن عموما اتلعبت المباراة، الأهلي قدر يحقق فيها الهدف المرجو منه، حقق كمان مكسب كبير جدا، يعني فاز على أسوان ب5 أهداف مقابل هدف وحيد. لكن في نفس الوقت النادي الأهلي النهارده في هذه المباراة من خلال قدرات وامكانيات رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي وافكاره في هذه المباراه، قدر ان هو يحقق اللي هو عايزه. كمان بدايته في المباراه اختلفت شويه عن بدايات المباريات السابقه، ما بداش بضغط امامي ضغط متقدم، لا بدا ان هو حريص جدا ان اللعيبه يكون عندها مخزون بدني حتى نهايه المباراه، لان المباراه بتتلعب الساعه 3 العصر، درجه الحراره عاليه، الرطوبه عاليه، فالجزء الفني والتكتيك بالنسبه للجهاز الفني النادي الاهلي كان بيخطط له بسيناريو جيد جدا على مدار المباراه. قدر البطل دايما انه يلعب على البطوله، وانه يستهدف الفوز بالبطوله ويشارك في كل البطولات ويفوز بكل البطولات اللي بيلعب فيها، والكل عارف ان ده هدف النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما بيدرك ده، واي مدير فني بيتولى مسؤوليه النادي الاهلي بيبقى عارف ده وعارف اهميه ده في اي فتره هو موجود فيها مع النادي الاهلي، سواء في مباريات محليه او حتى مباريات افريقيه. واضح جدا حاله التركيز الشديده اللي كانت موجوده على الجهاز الفني للنادي الاهلي في هذه المباراه. المنطق ده اللي اتعمل بيه فايلر منذ ان تولى المسؤوليه، يعني من اول مباراه تولى فيها رينيه فايلر يعني مسؤوليه تدريب النادي الاهلي في مباراه افريقيه في غينيا الاستوائيه، واضح جدا عنصر التركيز والمنطق اللي بيقود بيه الجهاز الفني الفريق لكي يحقق الفوز في العديد من المباريات. ويعتبر ده الفوز اللي نتكلم عن 2 مباراه في افريقيا، النهارده 3 في الدوري، مباراه سوبر، 6 مباريات متتاليه النادي الاهلي بيفوز بها جميعا. بيتأهل لدور ال 16 في دوري ابطال افريقيا، بيحقق لقب السوبر على غريمه التقليدي فريق نادي الزمالك، العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في الدوري ب9 نقاط من 3 مباريات قبل توقف المسابقة لارتباط المنتخب بالأجندة الدولية. لكن دعونا نتحدث عن بعض النقاط المتعلقة بهذه المباراة، وتحديدا مع رينيه فايلر في التوقيت الحالي مع النادي الأهلي. الفوز مهم لأسباب كتيرة، أهمها الاستمرارية. بتتخطى ظروف صعبة بتمر عليك، مواجهة الإنتاج، فريق الإنتاج فريق كان قوي صعب، مواجهة سموحة في اسكندرية تحت قيادة حسام حسن، مواجهة أسوان في درجة حرارة عالية ورطوبة عالية، هي تحديات بتختلف مقياسها ما بين مباراة وأخرى. درجة الحرارة كانت عالية، أرضية الملعب ما كانش على المستوى المأمول، ده يديك مؤشر مهم جدا إن الفريق شايل من دماغه أي مبررات أو أي أسباب ممكن يلقيها أي جهاز فني قبل ما يلعب مباراة. وده بالتالي معناه إن الجهاز الفني رامي كل ده خلف ظهره
وبيلعب بس على هدف واحد بس، ان هو يلعب باسلوبه ويحقق النقاط والفوز. مبسوط جدا ان الاهلي بيمر بس لهذه الظروف في بدايه المسابقه، لان هتتعرض لده وانت بتستمر في المسابقه سواء في الدوري العام او حتى في البطوله الافريقيه. وفكره ان ريني فايلر وهو اول مره يتولى تدريب نادي مصري او حتى في المنطقه العربيه في القاره الافريقيه بيستكشف، سفر لاسوان في درجه حراره عاليه زي دي، ده جزء من استكشاف تدريبه في افريقيا في الفتره اللي جايه. فكل دي مكاسب وبتديني مدلول ان النادي الاهلي ان شاء الله رايح الى مرحله مهمه في الفتره اللي جايه، ويقدر يحقق العلامه الكامله او النقاط اللي احنا عايزين نحققها في الفتره الجايه، او نوصل للنتائج المرجوه او المأموله اللي احنا بننتظرها من النادي الاهلي. احنا مش مستعجلين على فايلر باي حال من الاحوال، يعني لسه قدامه وقت ولسه قدامه مساحه انه يقدر يشتغل الفتره الجايه. لكن في انسيابيه في اداء فريق النادي الاهلي، ركزوا كده في خطوط فريق النادي الاهلي في المباريات، او في طريقه اللعب، او في التكتل تحرك الفريق من الدفاع للهجوم، او حتى الاداء الهجومي للثلاثي اللي موجود في خط الهجوم، حسين الشحات، رمضان صبحي، جونيور اشاييه. تبادل الادوار ايضا المزعج، في تبادل الادوار بشكل لافت للنظر في اداء عدد من اللاعبين في الخط الامامي. المنافسه بين الشحات ورمضان في التحركات في طرفي الملعب. زياده كمان محمد هاني وعلي معلول في ظاهري الاجناب. اجاييه كمحطه في الناحية الهجومية، كل ده بيوضح دور المدير الفني في الأداء الهجومي اللي عايز يحققه عشان يوصل للنقاط والأداء الجمالي إن ممكن جمهور النادي الأهلي يكون سعيد بيه، مع هذا الأداء يكون كمان في مكسب وفي نقاط بتحققها وأنت في بداية المسابقة. الأهلي سعى من الثانية الأولى في مباراة أسوان النهاردة إن هو يسجل، ودي طبيعة النادي الأهلي على فكرة مش اختراع، يعني النادي الأهلي دايماً بيبقى حريص على ده. والجديد إن الفريق نجح في ده بجدارة على مدار المباريات اللي فاتت. كمان الغزاره التهديفيه في اكتر من مباراه في الدوري بيدينا تقريبا ان لا، في شغل فني موجود بلا شك. قصر المده اللي بيتولى فيها رينيه فايلر مع النادي الاهلي في التوقيت الحالي ممكن ما تكونش مديك المساحه ان انت تحقق الاهداف او التكتيك او الافكار اللي انت عايز تنفذها على فريقك في طريقه اللعب، لكن في مداليل بسيطه او تفاصيل صغيره بتديك بلا شك ان في حاجات ايجابيه بتحصل، ومن ضمنها زي ما قلت لكم الغزاره التهديفيه، وانك بتجيب هدف وبتبقى حريص على انك تجيب التاني والتالت والرابع والخامس. فريق اسوان فريق محترم وبنحترمه بالتاكيد، وعنده امكانيات جيده في الدوري المصري، ولسه بيبدا المشوار مع الكابتن مجدي عبد العاطي، مدرب ليه يعني ان شاء الله مستقبل جيد مع النادي اسوان ومع الكره المصريه في الفتره القادمه. لكن ما ننساش برضو ان في 6 ماتشات الاهلي لعبهم في الفتره السابقه، ومنهم مباركه مع نادي الزمالك بدا فيها بنفس هذا الشكل. حتى الاداء الدفاعي في النادي الاهلي وغلق المساحات امام الفريق المنافس برضه موجود في كل مباراه، ما بيتغيرش. ممكن تشوف تسديد او تسديدتين على الشناوي في كل شوط، وده يدل على شيء بيدل ان كمان رغم ان في انسيابيه في الهجوم واداء هجوم بشكل معين، لكن ايضا الطريقه الدفاعيه اللي الاهلي بيأدي بيها لغلق المساحات امام الفريق المنافس بتدي مدلول ان لا، في شغل دفاعي وشغل هجومي عشان في النهايه الفريق يحقق العلامه الكامله اللي عايز يحققها من كل مباراه. من المباريات اللي فاتت او من مباراه اسوان بنلاحظ ان الارقام او الاحصائيات يمكن اقل حاجه، الاهلي في كل شوط مش اقل من 6 تسديدات، وده جزء من طريقه لعب عشان توصل للاهداف اللي انت عايزها. كمان في جزئيه مهمه جدا، حمدي فتحي وتحركاته في وسط الملعب بيديك مدلول ان لا، في تحركات وفي ادوار للاعبي خط الوسط لتكمله اللعب مع خط الهجوم في الجزء الامامي. حتى قفشه في تحركاته في تسديداته في انسيابيه تحركاته مع الجناحات، لا، في افكار بتتقال من ريني فايلر، واكيد لسه عنده كتير كمان في المباريات القادمه. الكرات الثابته كمان، يعني الكرات الثابته في مدربين بيلعبوا الكرات الثابته بشكل تكتيكي معين، بقت موجوده في النادي الاهلي في التوقيت الحالي تحت قياده ريني فايلر. انا برصد الحاجات اللي حصلت في مباراه النهارده والمباراه السابقه، لكن برضه انا ما زلت باكد على نفس المعاني اللي بقولها معاكم في كل حلقه، ودايما رسالتي بقولها للجمهور، احنا بنشرح اللي بيحصل، لكن في نفس الوقت سقف الطموحات ما يوصلش عند الجمهور لدرجه عاليه قوي، لان لسه المشوار طويل، لسه عندنا مباريات كبيره، لسه عندنا غمار منافسات افريقيه ومحليه اكتر من كده واقوى من كده، فبالتالي سقف الطموحات ما يعلاش قوي، لا، احنا بنقيم كل مرحله بالمرحله اللي احنا فيها. المهم ان الجمهور ان هو ما يتطرقش لفكره مين لعب مين ما لعبش، ليه ده نزل ليه ده ما نزلش، ليه ده كان موجود في القائمه ليه ده مش موجود في القائمه، لان الكل بهذا الشكل اللي احنا بنشرحه داخل في اطار جماعي تحت قياده ريني فايلر وبيشتغلوا على ده بشكل كويس جدا، فبالتالي اللي جاي هيكون افضل. في تمرير بشكل كويس، في تحركات بيتم بشكل كويس، في دور للاعبي خط الوسط بيتم بشكل كويس جدا داخل الفريق في المباريات الاخيره.
الهدف اللي دخل النهارده في مرمى النادي الاهلي، وده اول هدف للنادي الاهلي، او اول هدف سكن شباك مرمى النادي الاهلي منذ بدايه المسابقه في الثلاثه مباريات الماضيه. احنا ممكن نقول لها عنوان تحت عنوان رب ضاره نافعه. انت كسبان 5 دخل مرماك هدف، لكن رب ضاره نافعه. جرس انذار لينا، يمكن حتى لو انت كسبان بثلاثه واربعه وخمسه لا تركز عشان ما يدخلش مرماك اي هدف، تاخد بالك كمان من هجمات المرتده. انت كسبان متقدم بثلاث اهداف واربع اهداف خمس اهداف، لكن في نفس الوقت ما يكونش في فرصه على اي هجمه مرتده عليك، لان الكوره دايما بتعلمنا مفيش يعني ممكن اي حاجه تحصل اثناء المباراه، يعني الكوره وارد فيها مثلا تتلقى هدف، الفريق اللي قدامك يتحمس اكتر يجيب هدف تاني تالت، حصل كتير في مباراه الدوري العام. فالدرس اللي احنا بنقوله في هذه الفتره، وده جرس انذار، انك لا وانت كسبان حريص جدا على انك تقفل خطوطك الدفاعيه، تمنع الهجمات المرتده عشان تقدر تخرج من المباراه لبر الامان، وفي نفس الوقت تكون شباكك نظيفه. محمد الشناوي ادى النهارده مباراه متميزه، والفتره الاخيره ظاهر بشكل كويس جدا بالنسبه لادائه مع النادي الاهلي. مهم جدا في الوقت اللي بتلعب فيه على قد الماتش من الدقيقه 90 انك تستمر في التسجيل، والاهم انك كمان بتجيب اهداف ملعوبه، اهداف على مستوى المباراه لا بتروح وتيجي، وبتقدر تجيب اهداف متميزه، اهداف حتى يعني التمريره اللي بتوصل فيها الفينش عشان تجيب الهدف بعد 15 16 تمريره. فبالتالي انت بتتكلم عن كوره قدم حديثه، وفي توقيت قصير جدا قدرت اللعيبه ان هي تستوعب هذا الفكر الفني من ريني فايلر. ممكن اي حد يشوف تحليل اداء الاهلي مع فايلر يقول انت مبالغ قوي، او حلاوه الاداء لسه في مباريات اقوى خلال الفتره القادمه، لكن انا بديكم مقياس على المراحل اللي احنا بنتكلم عليها. وفي النهايه احنا بناكد على نقطه مهمه جدا، وانا زي ما قلت لكم كل حلقه بطلع اقول الكلام ده لجمهور النادي الاهلي، انا بيهمني جدا يبقى حديثي مباشره لجمهور النادي الاهلي، لان الجمهور ثقافته ووعيه ودوره ومساندته للنادي الاهلي مهمه جدا، لان الجمهور طالما مساند وعارف دوره وفي ظهر الفريق وبيتكلمش عن ايجابيات وسلبيات، صدقوني المرحله اجمالا هتنجح، لان المشروع ده مشروع الجهاز الفني، الجمهور جزء من هذا المشروع، المشروع مش جهاز فني ولاعيبه بتشتغلوا بس او اداره بتدعم، لا الجمهور جزء من هذا المشروع. فدي كانت جزئيات مهمه جدا واحنا بنتكلم على مباراه الاهلي النهارده امام فريق اسوان، وتوقف الدوري خلاص بالنسبه للنادي الاهلي، عنده الفريق اجازه لمده 48 ساعه، ثم هيبقى في استعداد خاص لمباريات الدوري بعد ما المنتخب يخلص الاجنده الدوليه، وهتكون البدايه بمباراه الزمالك في الاسبوع الرابع للدوري العام. عايز اقول كمان جزئيه مهمه، يمكن النهارده الجهاز الفني للمنتخب استدعى حوالي 7 لاعبين من النادي الاهلي للانضمام لمعسكر المنتخب. قائمه المنتخب: محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام في حراسه المرمى، رجب بكار، احمد فتحي، محمود علاء، باهر المحمدي، ايمن اشرف، عبد الله جمعه، محمد حمدي، طارق حامد، عمرو السوليه، وحمدي فتحي، عبد الله السعيد، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، وعمر جابر، حسام حسن، وعمر السعيد، بالاضافه الى الرباعي المحترف في اوروبا محمد النني واحمد حجازي وتريزيجيه واحمد حسن كوكا. طبعا النهارده يمكن صلاح تعرض لاصابه في مباراته في الدوري الانجليزي، لكن طبعا قبل هذه الاصابه وقبل مباراه النهارده في الدوري الانجليزي كان تم الاتفاق مع الجهاز الفني ان صلاح مش هيكون موجود في الاجنده الدوليه الحاليه مع منتخب مصر. في تقارير صحفيه النهارده طلعت بعد المباراه، يمكن الكل كان قلقان على اصابه صلاح، خاصه ان النهارده كان في تصريحات مهمه جدا من يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول. اولا اصابه صلاح يعني التقارير اللي طالعه ان هي اصابه بسيطه في مباراته النهارده امام ليستر سيتي اللي اقيمت على ملعب الانفيلد ضمن الاسبوع الثامن للدوري الانجليزي. صلاح خرج مصاب في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع قبل نهايه المباراه بعد تعرضه لعرقله على يد لاعب وسط ليستر في هذه المباراه اللي انتهت بفوز الريدز 2-1. صحيفه ميرور البريطانيه علقت على اصابه صلاح وقالت انه تعرض لضربه قبل التوقف الدولي، مما سيكون امام النجم المصري التوقيت للعوده واستراحه محارب قبل الفتره القادمه. صلاح سيخضع للكشف الطبي لتحديد حجم الاصابه، خاصه ليفر يتاهب لمواجهه غريمه اللدود مانشستر يونايتد عقب التوقف الدولي يوم 19 من الشهر الجاري. يورجن كلوب النهارده كان ليه تصريحات مهمه جدا في المؤتمر الصحفي، وصحيفه مترو الانجليزيه سلطت الضوء على تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول. هاجم المدير الفني لفريق الليفر لاعب ليستر سيتي حمزه توتشهاري بسبب تسببه في اصابه صلاح. الصحيفه نقلت تصريحات من كلوب قائلا كان على حكم المباراه ان يطرد لاعب ليستر بسبب تصرفه مع صلاح، هو ليس بخير حاليا بعد الاصابه. اضاف المدير الفني يورجن كلوب ان صلاح رايته في غرفه خلع الملابس عقب اللقاء ووضعه ليس بالجيد. طبعا هذه التصريحات ليورجن كلوب يمكن اثارت حفيظه كل الجماهير خاصه الجماهير المصريه،
يمكن الجمهور قلق قوي بعد تصريحات يورجن كلوب، لكن على طول صحيفه ميرور البريطانيه طلعت يعني قالت كشفت طبيعه اصابه صلاح، وقالت ان هي يعني اصابه طفيفه وان شاء الله هيكون جاهز لمباراه مانشستر يونايتد ان شاء الله يوم 19 من الشهر الجاري عقب التوقف الدولي. اخر حاجه عايز اقولها، عمرو السوليه النهارده اتعرض لاصابه قويه جدا في مباراه النهارده، والغريب ان منذ انطلاقه المسابقه لغايه دلوقتي اكتر من لعبه للنادي الاهلي في كل مباراه بيبقى فيها مش هقول شك، بيبقى فيها تاكيد ان هي ركله جزاء. النهارده السوليه الاصابه اللي اتعرض لها يمكن الجهاز الطبي قال مبدئيا الاصابه هي عباره عن جزع في كاحل القدم، قدمه قويه جدا وصلت لدرجه الجزع، هيكون في اشعه ونطمئن على حاله السوليه بعد ما يعود ان شاء الله، لان الفريق هيركب الطياره النهارده الساعه 12 ويوصل القاهره ان شاء الله حوالي الساعه 1:30 من صباح غدا الاحد، لكن السوليه يعمل اشعه ونطمئن على حالته خلال الفتره اللي جايه. لكن الحكام مهم جدا ان هم يهتموا جدا بهذه الالعاب الخشنه في المباريات، وسلامه اللعيبه مهمه جدا. يعني عمرو السوليه كان هينضم لصفوف المنتخب، اصابه النهارده بنسبه كبيره قد تعيقه عن المشاركه في صفوف المنتخب، ومنذ لحظات حتى الموقع الرسمي لاتحاد كره القدم نشر تصريحات لحتى للكابتن حسام بدري بيطمئن فيها هو الجهاز الفني على اصابه عمرو السوليه. فبالتالي هي رساله للحكام سواء محمد الحنفي محمد الصباحي، يعني شايفين قدامكم اهي اللقطه، يعني الحكم محمد الحنفي قدامها، يعني عارف لو زاويه الرؤيه بالنسبه له صعب او هو حتى بعيد اقول ماشي زاويه الرؤيه بعيده بالنسبه لك، شوف حتى التاكلينج من لاعب نادي اسوان نازل والكوره حتى مش في محور التاكلينج او محور التحرك، يعني دي حادثه، يعني دي حادثه مش فاول. وبعدين الانذار ده انا كنت عايز افهم برضو الانذار من الكابتن محمد الحنفي كان لمين، يعني انا برضو الصوره ما كانتش واضحه، يعني هو يعتبر الكابتن السوليه بيمثل فاداله انذار ولا الوضع كان ايه بالظبط؟ بس بشكل عام الخبطه قويه جدا واللعبه باينه ان هي اصابه قويه جدا. وعايز اكد على جزئيه مهمه جدا يا جماعه، في اختبارات كوبر اتعملت قبل انطلاق الدوري بحوالي اسبوعين، في حكام لم يوفقوا في اختبار كوبر الاول ثم خضعوا لاختبار كوبر في الاسبوع الاخير من شهر سبتمبر، اجتازوا هذا الاختبار. كان من ضمن الحكام اللي لم يوفقوا، انا عايز اقول بس بنفس المعنى، لم يوفقوا في كوبر الاول ودخلوا لاعاده الكوبر الثاني كان الكابتن محمد الحنفي والكابتن محمد الصباحي. فبالتالي لجنه الحكام عليها ان تختار حكام جاهزين بشكل قوي لهذه المباراه. مباراه النهارده مباراه سهله على فكره تحكيميا على الكابتن محمد الحنفي، مباراه بدون جمهور، مفيش ضغط جماهيري، الاهلي كسبان ومتقدم بهدفين في الشوط الاول، ففي مقياس اي حكم بيعتبر المباراه سهله. فبالتالي كانت فرصه جيده النهارده انه يقدم مباراه كبيره، مباراه سهله فيها لقطات تحكيميه بتديك مؤشر لا ان في اخطاء قد تؤثر على مسيره الفرق خلال الفتره القادمه، بالنظر لمنافسين اخرين بيحصلوا على ضربات جزاء او لم تحتسب عليهم ضربات جزاء فبيكسبوا وبيتاهلوا او بيفوزوا بنفس عدد النقاط معاك. الدوري في بدايته فبتبان من البدايه عدد النقاط والمنافسه بسبب اخطاء تحكيميه. كل التوفيق للجنه الحكام، كل التوفيق لحكامنا في الفتره الجايه، لكن هي علامات بنحاول بس قدر الامكان نضع ايدينا عليها عشان المرحله الجايه لغايه لما يكون في تطبيق التقنيه، تقنيه الفيديو وتقنيه الفار خلال الفتره اللي جايه. حاجه اخيره قبل ما اطلع فاصل واستضيف الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ محمد صادق. النهارده الاسبوع الثالث بدا، او بالامس بدا الاسبوع الثالث، وحتى هذه اللحظه لم يعلن الموقف الرسمي لعقوبات الاسبوع الثاني من الدوري العام. في لاعبين قد يتعرضوا لايقاف مباراه او مباراتين، محتاجين نعرف الموقف خلال الساعات الجايه لان الاسبوع الثالث بدا. وكان من الطبيعي دور اي لجنه مسابقات او لجنه انضباط لما بتيجي تناقش تقارير حكام او مراقبين قبل ما تبدا الاسبوع الجديد بتناقش ده بعد نهايه كل اسبوع. ليه؟ عشان لما تاخد قرار القرار يكون نافذ على الاسبوع التالي مباشره. في لعيبه اتطردت مثلا بعد مباراه، عايزين نعرف موقفين مباراه ولا اتنين، كان لازم الكلام ده يتاخد امبارح او النهارده بالكتير لان الاسبوع التالت بدا. وبعد الاسبوع التالت في توقف في اسبوع رابع، فالعقوبه اللي هتتاخد هل هتبقى عقوبه باثر رجعي ولا هتبقى باثر فوري ولا هتبقى عقوبه مباراتين ثلاثه ولا العقوبه ايه؟ لان كمان في قرارات اداريه بتتاخد في مباريات سواء انذار او انذار تاني او كارت احمر هتبقى مخالفه للي هيتكتب في التقرير. لانك لو كتبت مثلا اعطيت لاعب انذار ثاني لسوء سلوك او تعديه على لاعب منافس في فريق اخر، دي في اللائحه ممكن تكون مباراتين او اربع مباريات او ثلاث مباريات، لكن الانذار الثاني كقرار اداري تبقى مباراه واحده، فهنا هيحصل عدم تنسيق ما بين القرار الاداري مع اللائحه. فبالتالي مهم جدا لجنه الانضباط او المسابقات لما بعد تنتهي مباريات كل اسبوع تاخد القرارات عشان كل نادي يبقى عارف ايه الواجبات اللي عليه او الحقوق اللي ليه في كل اسبوع هو بيلعب.
النهارده الاسبوع الثالث بدا، كان من البديهي واحنا اتعلمنا ده وشفنا ده دايما في اتحاد الكوره، بعد كل اسبوع بيتاخد قرارات، كل عقوبات كل اسبوع قبل ما الاسبوع الجديد يبدا في الفتره اللي جايه. دي كانت البدايه وفقره الانترو، اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى مع الكاتب الصحفي الكبير ومدير تحرير اخبار الرياضه الاستاذ محمد صادق. استاذ محمد اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ محمد، اهلا بيك. اخبار حضرتك كله تمام؟ كله زي الفل، كله تمام الحمد لله. الدوري بدا وعجله المباريات دارت بشكل سريع، كنا بنتكلم في ثلاث اسابيع في حوالي اقل من اسبوعين. تمام. فضغط كانت مباريات، الدوري خلاص ابتدت المنافسه وظهرت المباريات وقوتها من البدايه. تعليقك في البدايه على شكل المسابقه واقامه المباريات وانتظام المسابقه حتى هذه اللحظه. بالتاكيد امر رائع وجيد جدا، وبدايه جيده ومبشره بالخير بالنسبه للجنه المؤقته، انك تبقى عندك جدول مباريات بتلتزم بيه، ممكن تاجل مباراه او ممكن تاجل ساعات او كلام من ده، مش مؤثر يعني، مش بتنسف ان تاجل لفريق اسبوع جوله او كلام من ده كله يعني. فهي بدايه كويسه، مش هنقدر نحكم برضو الا لما نخش في اسبوع واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ثلاث مباريات او ثلاث جولات، مش هي دي الحسم. احنا اللي لابد ننتظر شويه تاني، بس واضح انه فيه نوع من انواع الاصرار على تنفيذ جدول الدوري، وده يعني بيطمنا شويه. برضو احنا مش عارفين هو ليه الضغطه، احنا في ضغط ممكن نقول عشان خاطر معسكر المنتخب، فتم ضغط الاسبوع الثاني مع الثالث انه بدا متاخر الدوري كمان. يعني معلش برضو نقدر نلتمس العذر برضو، لكن برضو انك ثلاث ايام وتلعب مباراه وبعدين تسافر او خارج ارضك، ده في نوع من انواع الارهاق الشديد. مش ارهاق لان احنا لسه في بدايه موسم، فاي نوع من انواع الضغط في كل ثلاث ايام مباراه فيعتبر شيء مؤثر على كل الفرق مش على فريق بعينه، فده مش عايزينه يبقى نموذج او نهج، لان احنا بنقول هذا الموسم ما فيهش ضغوط، ما فيهش التزامات كتيره جدا زي الموسم الاستثنائي بتاع السنه اللي فاتت. طيب، فوز الاهلي على اسوان بخمس اهداف مقابل هدف، شايفه ازاي؟ لا انا مش شايف فوز الاهلي على اسوان بس، لا انا ما اجي هتكلم على الاهلي لازم اتكلم عن حاله الامتاع او الابداع اللي بيعيشها الاهلي. يعني الخمسه دي حلقه من حلقات مسلسل الابداع اللي هو بداه الاهلي هذا الموسم. مش اللي بداه الاهلي برضو عشان نبقى واضح يعني او محدد، الذي بداه السويسري رينيه فايلر. مرحله جديده تماما، الاهلي معتاد انه يفوز على الانتاج الحربي، على اسوان، على سموحه، معتاد ان هو يفوز، لكن الغير معتاد ان هو يفوز بنظام باداء رائع جدا مقنع للجمهور، جمهور الاهلي اللي هو عايز الكره الحلوه. ممكن يفوز في ماتش وبعدين الماتش الثاني ما يؤديش ويفوز برضه، الماتش اللي بعده ممكن جدا يبقى يفوز بشق الانفس، لكن ان انت النهارده في حاله بتعيش، انا مشجع وكمشجع مش كناقد رياضي، بستمتع بالاهلي وهو بيأدي، اذا في حاجه غريبه جدا بتحصل، نقدر نقول ان هي جديده على الاهلي في الخمس ست سنين الاخيره، قبل كده ما كانتش موجوده. قبل كده ما كانتش موجوده بمعنى الكلمه مع اي مدرب من المدربين اللي هم تولوا على تدريب الاهلي. النهارده لما يجي مدرب ويلعب ست مباريات والاداء لا يتغير بل يتحسن، ويبقى في نوع من انواع الامتاع، بيبقى في نوع من انواع الثقه، بيبقى في نوع من غزاره التهديف، يبقى في اداء كويس جدا، يبقى في التزام كويس وانضباط داخل الملعب، ده معناها بيؤدي الى النتيجه بتاعت 5-0 النهارده بتاعت اسوان او 5-1. طول عمر الاهلي بيلعب في اسوان، بس المشقه ودرجه الحراره عاليه والاجهاد والسفر والكلام من ده كان بيجعل النتيجه تقف عند 1-0 2-1 3-1 بالكتير خالص قوي، ما كانش بيبقى في 5. النهارده الاهلي كان بيلعب مع الانتاج الحربي قبل 72 ساعه،
وعمل نتيجه هايله جدا ما لم يسبق الاهلي المفاز على الانتاج الحربي بالنتيجه 4-0. مظبوط، واخد بال حضرتك؟ وبعدين بيجي يسافر ثاني يوم المباراه، يروح الجمعه يوم واحد تدريب في درجه حراره عاليه، في اجهاد، في كل اللي انت عايزه مع بدايه موسم، وبيؤدي اداؤه اللي هو اداؤه قدام الانتاج الحربي واكثر، بحيث ان هو يضيف اهداف جديده ويضيف انتصار جديده. معنى ذلك ان الاهلي يعيش حاله خاصه وليست مجرد صدفه. يعني اللي يقول لك لا ده يعني كل الغربان الجديد اللي شده، لا لا، راينر فايلر نوعيه خاصه، وفي تغيير كبير جدا في اداء الاهلي. طيب مباراه النهارده ودرجه حراره عاليه جدا، يعني حتى انا ما اتكلمت، كنت بتكلم مع الجهاز الفني بعد المباراه، الجو في غينيا الاستوائيه ما كانش بنفس درجه الحراره والرطوبه العاليه اللي كانت موجوده في مباراه اسوان النهارده، لكن الجهاز الفني من وجهه نظرك ودرجه حراره عاليه مع الاجواء مع الرطوبه، ودي اجواء كمان بتبقى ما بتبقاش في صالح لعيب الكوره بشكل عام طبعا، وشفنا حتى الحكم في الدقيقه 30 من الشوط الاول وفي منتصف الشوط الثاني وقف المباراه عشان اللعيبه تلتقط انفاسها شويه، شايف الاجواء دي ازاي في مباراه الدوري عام؟ هو طبعا هو في نوع من انواع الـ يعني عدم تقدير الوضع، يعني مفترض اتحاد الكوره ويبقى في نوع من انواع التنسيق مع الفرق اصحاب الارض. يعني اسوان اولا استاد اسوان فيه اضواء كاشفه ما فيهاش اي مشكله خالص انه يلعب تحت الاضواء، مفترض يبقى في نوع من انواع الالزام. ما ينفعش ان انت النهارده بتجازف بلاعبين لاعبي فريقك الاول، يعني وهو اسوان حاسبها غلط، يعني حاسبها غلط، بيقول لك ايه انا صاحب الارض والفريق اللي يجي هيتاثر بالحراره اللي عندي. بالعكس، هي عوامل، هي عوامل الفريق صاحب الملعب بيختار الطريقه اللي هو عايزها، لا يعني كل واحد هي عوامل بس هو خاطئ، هو مخطئ في اختياره برضه، ده هو لعيبته تاثرت اكتر من لعيبه الاهلي. ليه؟ لانه اصلا لعيبه اسوان كلهم او 90% منهم من القاهره ومن الاقاليم من محافظات الوجه البحري كلهم، واخد بال حضرتك؟ فمش يعني مش متعودين على درجه الحراره العاليه، فانت بتلعب بتاذيهم هم قبل ما بتاذي الفريق الضيف. نمره اثنين، الفريق الضيف بطل افريقيا، بمعنى صح ان هو عنده خبرات كتير كبيره جدا في التعامل مع الاجواء الحاره، ولاعيبته راحت ولعبت في اجواء حاره كتيره جدا، فمش هيقع منك ويتاثر ويتاثر وانت تفوز عليه لمجرد درجه الحراره. فهو نوع من انواع الحسبه الغلط لدى مجلس اداره اسوان، ارجو ان هو يتخلص منها في المباراه اللي جايه حفاظا على الضيوف اللي جايين وحفاظا على لعيبته هو. يعني طيب دايما كل منافس او كل فريق لما بيلعب على ارضه بيحاول يستغل كل الظروف المحيطه بيه عشان يقدر يحقق المكسب. هل شايف الاهلي النهارده في هذه المباراه رغم الفوز بخماسيه، هل شفت حضرتك يا استاذ محمد الاهلي قدر يطبق الشق الفني اللي كان بيطبقه المباريات اللي فاتت، ولا النهارده نتيجه درجه الحراره بغض النظر عن الاهداف بغض النظر عن المكسب بخمسه، لكن قدر النهارده ان هو برضه يتعامل مع المباراه حسب الاجواءها او حسب الطقس اللي بيلعب فيه؟ لا، هو النهارده الاهلي هو هو، يعني الاهلي بينفذ لعيبته بينفذوا التعليمات بعيدا عن المؤثرات الخارجيه. تمام. يعني في المدير الفني قايل لهم حاجات معينه. تمام. فشيء طبيعي ان هو بينفذوا مهما كانت الظروف، هم ملتزمين جدا، وده هنا بتتضح شخصيه المدير الفني ان هو عارف تعليمات معينه بينفذوها حتى لو كانت في صعوبه في الاجواء. تمام. طيب انا اخد تليفون مهم جدا لان معايا على الهاتف قبل ما يطلعوا للطياره انهم خلاص هيتحركوا من اسوان للقاهره، الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. كابتن سامي اهلا بيك يا استاذ حضرتك. اهلا بيك ومبروك المكسب والخماسيه، وتحياتي للاستاذ محمد صادق لحضرتك. تحياتي ليه ومبروك ليك ومبروك لجمهور الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي، اولا اتعاملتوا النهارده مع المباراه ازاي في ظل درجه حراره عاليه جدا، رطوبه غير طبيعيه؟ يمكن انا حسيت ان الاجواء النهارده في المباراه يمكن كانت اصعب حتى من الاجواء الافريقيه، او تحديدا اخر مباراه في غينيا الاستوائيه امام كانو سبورت. فالجهاز الفني اشتغل ازاي وحضر ازاي عشان يطلع بالشكل ده في ظل اجواء كانت صعبه بنتيجه درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه؟ والله انت بتقول طبعا كابتن، يمكن ظروف المباراه صعبه جدا، ويمكن علينا منها في كلمه الراجل كان بيتكلم في فرقه كبيره ما فيش حارس مع اعذار، لازم نشتغل في كل الظروف متاحه. رغم برضه صعوبه المباراه وصعوبه ارضيه الملعب، الملعب كان خالي جدا جدا يعني اثر على اداء اللعيبه، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق نتائج واداء كويس. لكن انا من خلال يعني بناشد المسؤولين اتحاد الكوره ولجنه الاستاد يعني ان ظروف المباراه غير طبيعيه وغير انسانيه اللي انت تقدر تعمل فيها منافسه
يعني لا قدر الله ممكن النهارده يحصل مشكله، يحصل اي حاجه لاي لعيب، مش عشان احنا بس، لا عشان فريق اسوان وكل الفرق الدوري يعني. اتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه الناس تراعي كده، يمكن احنا بنقول كده، انا بقول لك كده واحنا كسبانين، مظبوط، لكن طبعا خوفا على اللعيبه وخوفا على الفرق الثانيه. اتمنى ان شاء الله ان يتم مسابقات اتحاد الكوره يراجعوا الموضوع اللعب الساعه 3 في اسوان يعني. بدليل يا كابتن سامي حتى ان الحكم محمد الحنفي طبق ده في المباراه، يعني اداكوا 5 دقائق والفريق اسوان 5 دقائق لالتقاط الانفاس. الوضع كان صعب جدا. صعب جدا بجد، الموضوع كان صعب يعني. لكن الحمد لله لعيبه النادي الاهلي على طبعا دايما في الموقف، دايما على قدر المسؤوليه، قدروا يعملوا اداء كويس جدا والنتيجه الحمد لله مرضيه. وان شاء الله متحمسين على الاستمرار بتاعتهم في الانتصارات، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. حديث رينيه فايلر والجهاز الفني مع اللاعبين ان مفيش اعذار وان كل مباراه بناخدها بظروفها ولازم نكسبها، لكن في نفس الوقت انت ممكن تعمل ده وتكسب وتحقق التارجت اللي انت عايزه، لكن احنا بنشوف اداء جمالي، بنشوف كره جديده، بنشوف تمريرات بتوصل الفينش بتاع الهجمه بعد 15 16 تمريره يا اما بهدف او فرصه ضايعه، بنشوف كره مختلفه شويه كابتن سامي في المباريات الاخيره. لسه المشوار طويل، لكن بنلمس كده بدايات ان شاء الله تكون فيها يعني حاجات ايجابيه الفتره الجايه يا كابتن سامي. الحمد لله، زي ما انت قلت ان النادي الاهلي رجع يلعب كورته اللي هي الطبيعيه اللي النادي الاهلي معروف بيها، وكان دايما في كل الاجيال بنلعب كوره دي، ازاي تبني كويس، ازاي تعمل ماتشات كويسه، ازاي توصل من تحت. يمكن حتى يمكن الماتش اللي فات الحمد لله جايبين جول من بعد حوالي 29 تمرين يعني، فاعتقد الحمد لله الراجل مركز على الموضوع ده، واللعيبه عندها ثقه وثقه زمايلها، وبتقدر توصل من خلال الجمل اللي الراجل بيمرنهم عليها، والحمد لله اعتقد ان دي حاجه ايجابيه. لكن زي ما بتقول لسه المشوار فاتني، محتاجين دعمكم ومحتاجين دعم جمهورنا في الاهلي دايما. فاتمنى ان شاء الله المزيد ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله. شايف المكسب ازاي وفايلر شايفه ازاي ان 3 مباريات ب9 نقاط وقبل التوقف، لان بعد التوقف على طول المباراه الجايه هتلاعب الزمالك، فشايف ده ازاي كجهاز فني وكلاعبين؟ هو الراجل اتكلم في النقطه ديت ان دي نهايه مرحله، احنا ده ثالث ماتش لينا على التوالي، ومهم جدا احنا نفنش فيه كويس، ومهم ان احنا ناخد 3 نقاط عشان نحافظ على تصدرنا الدوري، ويبقى خطوه كويسه لينا. عندنا فتره اسبوعين نقدر من خلالها تكون الامور احسن، الناس اللي المصابه تبدا ترجع معانا، وناس الاضافه وتعمل منافسه بينها وبين اللعيبه، ندي ثقه لجمهورنا وثقه لادارتنا ان احنا قادرين ان شاء الله ان احنا نكمل على المستوى ده تاني. واعتقد اللعيبه الحمد لله استوعبوا الكلام دوت، وقدروا الحمد لله ان يلعبوا المباراه ويحققوا اهداف كثيره، مش مكسب بس، لا مكسب وهدا واستمراريه للنتائج الطيبه اللي هم بيعملوها. عمرو صلاح يا كابتن سامي طمنا عليه. وعمر عنده كان يعني اشتباه مثلا الالتهاب في الكاحل في انكل رجله، اعتقد لو يعني هي ورمه شويه يعني، ممكن كدمه جامده شويه، لكن هي ورمه شويه، بكره ان شاء الله هيعمل رنين ان شاء الله لحد ساعه حجم الاصابه، لكن اتمنى ان شاء الله ربنا ان شاء الله تكون بسيطه ان شاء الله ويرجع طبعا تاني، لان عمر من الناس اللي عامل مجهود كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، واحد من اللعيبه المخلصه جدا في النادي الاهلي، اداء روح اخلاقيه، اتمنى ان شاء الله يرجع بسرعه، واتمنى ان شاء الله اضافه لينا ومنتخب مصر. وهو حظه سيء يعني، كل ما المنتخب يستدعي عمرو السوليه سبحان الله تجيله اصابه، حظه سيء جدا في الجزئيه دي يا كابتن سامي. ان شاء الله ما يبقاش حظه سيء وياخد حقه ان شاء الله، اللي هو يبقى نجم في منتخب مصر والنادي الاهلي ويحقق كل الزوايا. حاجه اخيره، الهارموني والاداء الهجومي المتميز والادوار الهجوميه والانسيابيه في الاداء ما بين حسين الشحات، تطور اداء رمضان صبحي بشكل لافت للنظر، كمان اجاييه كمحطه وكهداف في الفتره الاخيره، ايه اللي حصل يعني في الاداء الهجومي تحديدا يا كابتن سامي، لان شايفين فكر مختلف وشايفين اداء مختلف مع اللعيبه في الخط الهجومي في الفتره الاخيره، مع كمان وجود لسه وليد سليمان وصلاح محسن ووليد ازارو كمان بعد مروان كمان ما يرجع من الاصابه. انت يعني لو تلاحظ ان الراجل يعني عمل روتيشن في الحته دي كتير جدا لحد ما وصل للشكل دوت يعني، دي حاجه مهمه جدا يعني. لما انت قلت جونر من الناس اللي بتعمل لنا عمق كويس، حافظ على الكوره، بيقدر يبقى محطه كويسه لزمايله، بيقدر يجيب جوان، بيقدر يتعامل في الحاجات الصغيره في 18 بشكل كويس. رمضان والتطور اللي حصل ليه، وازاي بقى يوصل لجول، وبيقدر يفنش كويس ومسجل 3 اهداف وبقى من هدفي الدوري. حاسس برضه محافظ على المستوى دوت مع
بعد كده في منافسه طبعا من الشيخ وجيراردو واسم طبعا من اللعيبه اللي لا غنى عنها في النادي الاهلي، ازارو وصلاح محسن مروان ان شاء الله بيرجع معاك سلامه. فاعتقد ان انت عامل توليفه كويس وعامل منافسه كويسه بين اللعيبه. المنافسه ديت هي اللي اديتك الشكل ده. كان ناس كتير معترض على حته الروتيشن والكلام ده، هو الراجل يقدر انت ممكن تعمل روتيشن بس تعملها بحرفيه شويه، تعملها ان انت تخرج من كل واحد احسن حاجه يعني. وده الحمد لله اللي اللعيبه نفذته زي ما انت شايف دلوقتي. انت لو شفت فكره النادي الاهلي دلوقتي ما شاء الله حاجه تخض يعني. الحمد لله فتحي النهارده حسام عاشور وشيك اكرامي وليد ازارو وصلاح محسن رامي ربيعه بره، عندنا لسه ما شاء الله كبيره لسه مستنيين محمد محمود سعد سمير كريم ويدز كل صالح ان شاء الله يرجع ان شاء الله برضه نفس القصه. كل الناس دي ان شاء الله هتبقى اضافه كويسه وتعمل منافسه كويسه وتقدر ان شاء الله تحقق طموح جمهور طموح وامال جمهور النادي الاهلي. وان شاء الله نوعدهم ان احنا هنبقى نعمل اقصى جهد لينا واللعيبه هتعمل اقصى جهد لينا ان شاء الله عشان نحقق كل البطولات اللي هنشارك فيها بيها. كابتن سامر انا مش هعطلك اكتر من كده، انت عارف خلاص يعني انتوا لحظات رايحين على المطار عشان ترجعوا للقاهره باذن الله. شكرا لك كابتن سامي وبالتوفيق ليك يا رب ولكل افراد الجهاز الفني والمنظومه كلها يا رب ان شاء الله الجاي يكون افضل بالنسبه لها. شكرا جزيلا كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. استاذ محمد تعليق على تصريحات الكابتن سامي قمصان. بالتاكيد هو طبعا يعني حتى يعني هو طبعا مبسوط جدا بالفوز بس مش بيضخم الامور. مظبوط واخد بال حضرتك، يعني بيعتبر المباراه عاديه ومباراه في سلسله مباريات والانتصار كويس وحاجات زي كده. أنا مش ببص لتصريحاته بهذا الكلام، لا أنا ببص للأداء بتاع الفرقة. وأي حد النهارده بيتابع الأهلي عارف إنه هذا الجهاز اللي موجود حاليا دلوقتي واللي بدأ المرحلة دي لسه ما خدش حقه. ما خدش حقه فعلا. هو هياخد حقه أكتر ياما يرسخ كل اللي بيترجمه في الست مباريات اللي لعبهم إلى استمرارية كاملة. أعتقد إن في جديد في الأهلي بيحصل، سواء انه يعني خلي يعني عايزين نتفق مع بعضينا انه رمضان صبحي موجود طول عمره لاعب كويس وكبير وعنده موهبه وعنده كل حاجه. نياجاي موجود بامكانياته، انه حسين الشحات كان معانا من اول يناير بس في لمسات تحس ان في تطور. ايه الجديد؟ في تطور في الفينش، هو ده الجديد، في تطور في التحركات، هو ده اللي عمله المدرب. هو في روح عملها المدرب او الجهاز الفني كله بالتاكيد. يعني المدرب عنده نظره او الجهاز الفني عندهم نظره جديده انه في نوع من انواع الضغط على المنافس من نص ملعبه كمان، ودي مهمه جدا بتريح الدفاع ما يبقاش فيه اخطاء، بتقدر تعمل بيبقى في بناء هجمات. الميس باس مش موجوده خالص، التمريرات المقطوعه من لاعبي الاهلي مش موجوده، كانت ظاهره في مباريات كتيره ابدا الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه وكلام من ده. النهارده في نوع من انت قلتها هارموني بين الجميع. النهارده في مجدي قفشه النهارده بيعمل دور صانع اللعب وبيلعب بيدي بجهد رائع جدا جدا. ما تقدرش تقول حسين الشحات، ما تقدرش تقول رمضان صبحي، ما تقدرش تقول اجاهي، ما تقدرش مجدي، لا كل واحد من اللي موجودين على ارض الملعب بيأدي دور رائع ودور خطة مرسومة. فالنهاردة كل ده لغاية دلوقتي الجمهور حاسس بيه. الجمهور زواق على فكرة أستاذ محمد، زواج فعلا صح. ومن ماتش واحد يقدر يشوف اذا كان في تغيير ولا فيش، في تطوير ولا ما فيش. فعشان كده بقول لحضرتك هذا الجهاز الفني لغايه دلوقتي ما خدش حقه، او بمعنى صح هو مش عايز يتكلم عن نفسه، وهو طبعا من حقه انه ما يفصحش عن ايه اللي عمله عشان خاطر يوصل طبعا بالفريق ده للمرحله اللي دي في الزمن القياسي. انت النهارده بتتكلم على 35 يوم بالتمام والكمال قاد فيهم فايرال النادي الاهلي تدريبات. 35 يوم من اول يوم ما جه تعاقد 30 اغسطس لغايه النهارده 5 اكتوبر، يعني 35 يوم ما فيش اكتر من كده. يما يعمل كل هذا التغيير ويصاحبه نتائج جيده للغايه، 6 مباريات بدون هزيمه، 6 مباريات بدون هزيمه وفيهم بطوله وعلى فرق كمان كبيره، ومع فرقة كبيرة ومع خارج الارض وداخل الارض، ويعني لما يلعب في افريقيا وبعدين متوسط معدل تهديف لا يقل باي حال عن 3 اهداف في المباراه الواحده. مظبوط، انت لعبت مع بطل افريقيا كسبته 6-2 بره و4 جوه. لعبت مع الزمالك كسبته 3. لعبت في كاس السوبر، لعبت في الدوري المحلي 3 مباريات جبت فيهم 10 اهداف
معدل 3 أهداف وشوية، يبقى معنى ذلك ان انت معدلك التهديف ارتفع. الاهلي ما كانش بيعمل كده. احنا اللافت للنظر استاذ محمد فعلا، واحنا بنعمل الفرمله دي، بس الجهاز الفني كمان النهارده يعني حتى في تصريحاتهم برضو بيعمل نفس الفرمله. هو ايه؟ لا، في منطقيه في تقييم الامور، مرحله نجحنا فيها لكن لسه المشوار طويل ولسه الموسم طويل. بالظبط، وده تاكيدا لكلام حضرتك، لان هو عارف وكلنا عارفين ان اللاعب المصري احيانا لما يركب الغرور ممكن جدا يضيع فرقه كامله. لما يكون في لعيب او عنصر او اتنين يتكاسل ويقول لك انا وصلت بقى الطبه يتقمه، احنا لسه ما عملناش حاجة. احنا لسه عندنا بطوله افريقيا، عندنا دور المجموعات دي، عايزين ناكد اللي احنا بداناه. بمعنى صح ان يبقى الاهلي متصدر مجموعته، ان الاهلي حقق انتصاراته، يحافظ على الاداء ده، يحافظ على الشكل اللي هو بيقدم بيه، ويحافظ على النتائج كمان، او يقدم لنا النتائج اللي احنا عايزينها. فعشان كده ما نقدرش، الجهاز الفني متحفظ جدا وبيعمل شغله، مواصل العمل لشغله، وفي نفس الوقت مش عايز يدي الامور اكبر من حجمها عشان خاطر المجموعه اللاعبين، لان احنا برضو اللاعب المصري ممكن يوصل مرحله من مرحله. في لعيبه لفتت انتباهك في المباراه اللي فاتت؟ طبعا. زي يعني انا يعني التغيير الجذري في اداء رمضان صبحي ده، انا اعتقد يعني ممكن جدا فريقه الانجليزي يقول لك لا انا عايزه بقى كفايه عليكم كده مثلا يعني. واخد بال حضرتك؟ حسين الشحات مش هو ده اللي قعد مع 6 شهور من يناير اللي فات لغايه اخر موسم ما كانش بيأدي او ما أداش خالص، او كلنا كنا رامين طبط بنقول ده يعني ها مثلا. اجاييه اتغير تغيير جذري. مجدي أفشاء مش جديد انه حسن الكابتن حسام البدري ياخده المنتخب، لا، لان هو محور اداء كويس جدا جدا جدا، ونقدر نقول مرحله مجدي أفشة راجل عنده 26 27 سنه يقدر يدي اداؤه رائع جدا، تمريراته متقنه، بيوصل اقصر الطرق للجون المنافس، شيء طبيعي. طبعا انا مش هتكلم عن خط الظهر لان هو رغم انه عليه ضغوط، مش عليه ضغوط كتيره جدا، طريقه اللعب اللي بقى الاهلي بيخفف الضغط على خط الظهر. فعشان كده مش هنقدر نقول ان في تطوير في ادائهم، لكن اقدر اقول لحضرتك البدلاء على مستوى عالي جدا. محمود وحيد شفناه شارك في ماتش واحد قدام سموحه وعمل اداء رائع جدا جدا جدا. ممكن يبقى بديل جيد لمعلول في اي نوع من انواع الارهاق. محمد الشناوي حارس عالمي دولي، بمعنى اصح ان هو مالي مكانه، مفيش اي خضه بتتخضها بصرف باستثناء الخطا اللي كان موجود في مباراه الزمالك وركله الجزاء اللي ارتكبها. فما عدا ذلك محمد الشناوي هو الحارس الاول لمنتخب مصر دلوقتي، واحسن تصدي في مباراه الانتاج الحربي، مباراه النهارده بالكره اهو النهارده في اكتر من جول. طبعا، فشيء طبيعي النهارده. فكل لعيب واي حارس معرض للخطا على فكره كمان، واي حارس معرض للخطا، لكن الشناوي لما بتكون حتى نسبه اخطاء قليله لا يبقى نجح. طبعا يبقى نجح، لان هو الاداء تطور كتير جدا جدا النهارده. يعني نمسك الخشب يعني كنا نتمنى انه الهدف بتاع عصام ما يجيش، اي نعم والكلام من ده، لانه كرة ما تستاهلش ومش ضغط ولا الكلام من ده، لكن ما علينا. اي درس درس بالتأكيد عشان خاطر يبقى في نوع من انواع التركيز اكتر. الاخطاء اللي زي دي الجهاز الفني بيعقد محاضرات وبيشوف هايلايتس، فاخطاء زي دي بتبين له لو في عندك مشكله دفاعيه ازاي تعالجها، او ازاي تحذرهم من ده ما يتكررش مره ثانيه. انت ممكن تلعب في افريقيا كسبان 5 هدف زي ده، انت كسبان 5 بره صعب فرقه تكسب الاهلي 5 أو 6 يعني. فيقول لك ايه، بس انت كسبان 5-1 غير ما يكون 5-0. بالظبط، فبتبقى الحاجات اللي زي دي دروس كويسه جدا. وانا اعتقد ان الجهاز الفني ما بيفوتش صغيره او كبيره الا بيعالجها فورا، وحتى بين الشوطين بيقدر اعتقد بيبقى في تعليمات رهيبه جدا عشان يصحصح المهاجمين ويقول لهم لا مش معنى ذلك انتوا جبتوا جون او جبتوا جونين معناها ان احنا خلاص، لا احنا ممكن جدا نخسر المباراه. فعشان كده بيحصل نوع من انواع التعديل دائما وابدا، والتنبيه والتحذير حتى اثناء المباراه وهي شغاله. لما تنطلق مباريات دور ال 16 دور المجموعات في 30 نوفمبر القادم، نبدا بقى تبان الصوره بالنسبه لنا كامله بالنسبه للجهاز الفني، لانه ساعتها هيكون لاعب عدد كم من مباريات الدوري؟ حوالي مثلا 7 مباريات أو 8 مباريات. هيكون بدا مباريات افريقيا، هنشوف بقى تعامله مع المباريات الافريقيه، ولا الجواب باين من عنوانه؟ هو بالتاكيد الجواب باين من عنوانه. مفيش حاجه زي ما قلت لحضرتك كده جت حصلت مع الاهلي في ال6 أسابيع دول او في ال6 مباريات دول بالصدفه. كل حاجه ماشيه بتدرج معين وبحاجات مدروسه، واحنا شايفين التغيير موجود في الملعب. فعشان كده مش مفيش حاجه يعني، هيبقى فيه نوع من انواع
الثبات الاكثر للتشكيل. يعني احنا انا مش زعلان ان هو الراجل بيغير وبيبدل وبتاعه، لكن انت اديلك مباراتين هتحس ان في نوع من انواع ثبات التشكيل شويه شويه. يعني اول مباراتين كنا شفنا في افريقيا، وبعدين نشوفنا صلاح محسن بيبدا بيشوفنا مش عارف ايه، لكن بدا دلوقتي هو في نوع من انواع اجيه، وبعدين يبقى يغير صلاح محسن، شفنا رمضان بيبدا بحسين الشحات، يعني في ثبات من التشكيل. فاعتقد ان احنا الفتره اللي هي 30 نوفمبر اول نوفمبر الدور 16 او دور المجموعات، اعتقد هيبقى الصوره وضحت تماما من ناحيه التشكيل والثبات. ومع ذلك انا مش شايف اي نوع من انواع الغضاضه ان هو يغير، ده بالعكس، ده احنا عندنا دبابه اسمها ديانج ما لعبش، يبقى بالتاكيد هو حطه يعني. ولما لعب حتى مباراه كان سبورت لما لعب الناس عندها تشوف وجوده، والناس بقت مبسوطه جدا منه وعايزه اشوفه، واخد بال حضرتك؟ ويمكن ممكن جدا نشوفه في ماتش الزمالك اذا لا قدر الله كانت اصابه عمرو سليه ممكن تطول شويه او ما يستردش يعني عافيته في الاسبوع اللي جاي ده يعني. ولكن انت عندك واحد واثنين وثلاثه واربعه بدلاء على نفس القوه من الاساسيين، يبقى انت ما تقلقش، يبقى تقدر تلعب وتقدر ثلاث ايام ما فيش مشكله، اسبوع ما فيش مشكله. تمام. هو لسه بدري عن الحكم ان الدوري المنافسه تبقى ازاي، بس شايف كده من المنظر العام في اول ثلاث اسابيع. لا هو طبعا هو الحكم لسه بدري، لسه بدري نمره واحد. لكن يعني اقدر اقول ان الاهلي بما قدمه ويقدمه والاداء والنتائج من السهل ان هو يبقى موسم تاريخي له، من ناحيه ان هو يقدر ينهي البطوله لصالحه ويحتفظ باللقب 42 والخامس على التوالي بعدد قياسي من الاهداف، عدد قياسي من النقاط. الاهلي كويس جدا 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 ويفوق كل المنافسين. هيجي بعد منه الاستقرار الفني اللي موجود في بيراميدز. ده استقرار فني كويس جدا. الزمالك النهارده عنده تخمه من اللعيبه، انت جبت لعيبه كتيره جدا، ولكن مفيش اي نوع من انواع الطمأنينه. يعني انا جمهور الزمالك مش مطمئن. ولا لسه الدوري في اوله. لا 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 لسه لا المباريات كتير. ما احنا اتفقنا ان الجواب بيبان من عنوانه. النهارده الزمالك النهارده بيفوز في مباراتين على الاتحاد السكندري وعلى الاتحاد السكندري وعلى مصر مقاصه بصعوبه بالغه، وكان من الممكن ان يتعادل او يهزم لو ان الاخطاء التحكيميه الرهيبه جدا دي احتسبت. يعني احنا ما بنتكلم، كل الناس عارفه وكل المحللين وكل النقاد وكله بيقول لك ان كان في على الزمالك ضربه جزاء وكان في ضربتين جزاء للمقاصه، شيء طبيعي. اداء الزمالك اللي موجود ده ما يقولش انه ياما هيبقى في اختبارات صعبه قدام الاهلي، قدام بيراميدز، قدام الاسماعيلي، قدام الاتحاد، يعني كده هيبقى يقدر يعمل الفارق. فعشان كده هنقول ان الصوره واضحه بانه فيه ثلاثي شغال على القمه، فيه اثنين فريقين جايين وهيبقوا منافسين قوي جدا، والمقاولين العرب والاتحاد السكندري. الاسماعيلي لسه بدري عليه شويه برضه. هل اتفاجئت باداء فريق معين في الدوري لغايه دلوقتي؟ نعم اتفاجئت باداء فريق، كنت متوقع ان هو يبدا بدايه جيده، لكن الاداء في البدايه او النتائج مش مساعده. لا هو يعني انا عندي قناعات انه مصر مقاصه مش هو مصر مقاصه بتاع السنه اللي فاتت. اذا كان السنه اللي فاتت قريب من المربع الذهبي وكان في المركز السادس كلام من ده، السنه دي مصر مقاصه ممكن جدا يتراجع كتير قوي. انا شفت المباراه بتاعه الزمالك ونتيجته قدام اسوان، احنا تابعناها عن طريق الراديو. لكن اداء مصر مقاصه مش هو بتاع السنه اللي فاتت، فعشان كده ممكن جدا تشيله من المجموعه اللي هي بتنافس على المربع الذهبي. لكن لم افاجئ للمقاولين العرب ان هو عنده اصرار وعنده روح وعنده اداء ويقدر يحول النتيجه في اي وقت. فعشان كده المقاولين العرب انا مطمن له جدا جدا ان هو يكون في المربع ولا الزهبي. هو الامر متعلق ان كل فرقه حسب ظروفها واحتياجاتها. يعني مثلا فريق المقاصه جاب لعيبه فلسه الانسجام في البدايه، لسه الامور مش يعني لسه
ميدو مدير فني جديد كمان حتى على الفرقه مع الانسجام الفتره الجايه؟ لا هو اصلا يعني مع الوقت ممكن فرقه مصر المقاصه كانت بتعتمد على بعض الاوراق المهمه وعلى رسوم جون انطوش. النهارده جون انطوش لما تاخده مصر المقاصه وتمشي وانت ما عندكش البديل ما ينفعش. انا اعتقد بعد نهايه الدور الاول هتبقى بانت الصوره بشكل عام مين اللي في المنافسه، مين اللي بينافس على المركز الرابع الخامس السادس، مين اللي هيكون تحت في الهبوط صح الدور الاولاني؟ لا مش الدور الاولاني، تقدر تقول في نص الدور الاولاني كمان، لان في نص الدور الاول يعني 8 مباريات تقدر تشوف الصوره واضحه تماما وهتشوفها واضح كمان في القاع، في قاع الجدول. خريطه الدوري المصري بتبان بدري بتبان يعني السنه اللي فاتت من المواسم الصعبه جدا جدا اللي ما كانش الخريطه واضحه فيها مش واضحه من ناحيه القمه، كان في القمه معروف ان هي هتبقى شكلها ايه في الاخر رغم ان البعض كان بيقول لك الاهلي مش هيقدر يوصل ده كلام، لكن كل الناس عارفه امكانيات الفرق اللي تقدر، لكن كانت تحت مش عارف مين اللي يهبط، انت كان عندك 10 فرق كلها مهدده بالهبوط احنا بنلعب على 3-4 فرق مهددين بهبوط او 5 فرق، لكن انت كان السنه اللي فاتت لغايه النص الدور الثاني مش عارف مين اللي هيهبط من 10 فرق. تمام. اقامه مباراه القمه في الاسبوع الرابع مدلوله ايه او معياره ايه بالنسبه لقوه ومدى اهميه المباراه؟ بالتاكيد مرحله جديده من مراحل التنظيم الفعلي لاي مسابقه كويسه. بمعنى صح ان احنا كنا بنعيش حاله سبهلله قبل كده من كاتحات كوره ان يحط قرعه موجهه وياخرها لغايه اخر الدور الاول واخر الدور الثاني وكلام من ده، ده ما ينفعش ابدا في الكوره او في التنافس الكروي المحترم يعني. فانت النهارده لما تيجي القرعه وتجيبك في الاسبوع الرابع معناها ان انت بتدي فرص للاثنين، للفرقه اللي عايزه تتصدر وتمشي وتقطع مشوار كويس في البطوله، والفرقه الثانيه وبقى قدامها فرصه ان هو يعوض لو هو وقع في المباراه الاولى كده يبقى عنده استعداد ان هو يعوض، فشيء طبيعي هتشعل المسابقه مبكرا ومش هتحسم اللقب لصالح اي حد من الاثنين، حتى ولو كانت في الدور الثاني برضه في نفس التوقيت برضه مش هتحسم اللقب باي حال من الاحوال، اللي عايز ياخد اللقب لازم ان هو ينافس لغايه اخر المباريات، ووجودها مبكر ده هيبقى عامل لاشعال المنافسه وليس عامل لاضعاف المسابقه. تمام. طيب وحضرتك بتغطي اتحاد الكوره ودايما متابع لجان الاتحاد وعارف دور لجان الاتحاد وبتشتغل ازاي على المباريات والدوري واقسام الدوري بشكل عام. انا طرحت سؤال في الانترو على فكره ان الاسبوع الثاني خلص والاسبوع الثالث بدا ولغايه اللحظه دي لا عرفنا قرارات او عقوبات الاسبوع الثاني، وحضرتك حتى بتغطي الاتحاد ما جاتلكش حتى بيانات او طبعًا. القرارات الاسبوع الثاني والثالث بدا، يعني ممكن لعيب يكون عمل حاجه او حد في الجهاز الفني خد انذار او تحذير ويكون ليه عقوبه بس الاسبوع الثالث بدا ونزل ولعب وموجود. دي كانت حصلت قبل كده معاكم حتى في الاتحاد؟ دي احد مميزات عامر حسين رئيس لجنه المسابقات انه كان مع الدقيقه الاخيره للاسبوع بيطلب لجنه المسابقات تجتمع عشان تاخد العقوبات. دي كانت احد مميزاته وهو برضو يعني كان له جهود كبيره جدا جدا جدا. باحد مميزاته انه كان بيطلب لجنه المسابقات تجتمع وتخلص وتحط عقوبات قبل ما يبدا الاسبوع الجديد. النهارده اللجنه الجديده حاجه من اثنين، لاما هم لجنه موظفين، لجنه مسابقات لجنه موظفين، يعني النهارده جمعه اجازه مش هنجتمع، وبكره السبت اجازه مش هنجتمع، والحد اجازه 6 اكتوبر مش هنجتمع، واخد بال حضرتك؟ فمفيش مشكله نبقى نعمل العقوبات بتاع الاسبوعين مع بعضيهم. ده ممكن دي تبقى نظره ودي تبقى كارثه، انك بتتعامل مع المسابقه على من منطلق وظيفي او منطلق ان في حاجات هتتستف او حاجات معروفه، يعني ايه اللي عنده انذار اللي خد الانذار الثاني هيتوقف في الماتش الجاي خلاص هيبعت له جواب ويقول لك الكلام من ده، لكن اللجنه اللي بتقر العقوبات ما اجتمعتش، نفترض في عقوبات زي حضرتك ما انت قلت نعرفها ازاي او نحكم عليها ازاي؟ طب وما يدريك ان الاسبوع اللي انت اجلته ده يعني او بمعنى صح القرارات اللي انت اجلتها عشان تاخدها بعد الاسبوع الثالث ممكن تتغير، وما يدرك ان تقارير الحكام ممكن تتغير في خلال هذه الفتره، الناس نسيت، واخد بال حضرتك؟ انا النهارده التقرير ممكن يكون لو انت اديت انذار في مباراه واحده بس التقرير مكتوب في حاجه ممكن يكون مباراتين وثلاثه فيها حاله سلوكيه او انضباطيه، يعني التقرير بيكمل الاجراء الاداري، واخد بال حضرتك؟ فانت النهارده لما بتجتمع مع نهايه المباريات على طول شفت
خناقه حصلت في ملعب وكان في كذا في مراقب مرابية بيكتب تقرير في حكم بيكتب تقرير في تاثير الحاله اللي كانت موجوده في الملعب موجوده وشايفها لجنه المسابقات. لو انت اجلت الجلسه بتاعت لجنه المسابقات لمده اسبوع تاني الناس نسيت ايه اللي حصل في الملعب اصلا فممكن جدا ما يتخذوش القرار على قدر اللي حصل في الملعب وما يقدروش يقيموا. انت برضو بقى هو انت مش كل حاجه موجوده في اللائحه، لا انت ممكن اللجنه يبقى ليها نظره خاصه لانضباطيه لبعض الاحداث وبتغلظ العقوبه عشان شايفه ان الراي العام كان مستاء جدا في ساعتها من اللي حصل. فانت لما تاجل الاسبوع معناها الراي العام حتى لو كان مستاء خلاص انتهت الموضوع، فيبقى العقوبه ممكن تيجي مخففه. عشان كده بنقول ان لازم عقب انتهاء مباريات الجوله مباشره يبقى العقوبات موجوده عشان قبل ما نخش الجوله الجديده، ويمكن دي هتبقى حاله استثنائيه وبعد كده مش هتتكرر، نتمنى الا تتكرر. نتمنى الا تتكرر. طيب انتقل معاك لملف المنتخب الوطني، والنهارده يمكن في جزء المنتخب الوطني محمد صلاح كان المفروض من ضمن الاسامي اللي كان مستدعاه، لكن في اللحظات الاخيره تم الاتفاق مش هيكون موجود في هذا المعسكر، والنهارده تعرض لاصابه في مباراه ليستر سيتي. كويس. تعليقك عن القائمه بشكل عام اللي اعلنها الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري والاختيارات، فيهم حوالي من 6 الى 7 لاعبين من النادي الاهلي، والملف بشكل عام بالنسبه للمنتخب في الفتره الجايه، وحضرتك طبعا بتغطي الاتحاد كاجهزه فنيه ومنتخبات والمنتخب الاول تحديدا. كويس قوي. اولا عايزين نتكلم في نقطه محمد صلاح، لان كل الناس القاسي والداني اللي قريب من اتحاد الكوره واللي بعيد عن اتحاد الكوره، اللي يعرف الكابتن حسام البدري واللي ما يعرفوش، اللي يعرف محمد صلاح واللي خبره ودرسه، مفيش حاجه اسمها ان احنا ارحنا محمد صلاح وما رضناش نجيبه، وده كده تزيين او دبلوماسيه شويه في الموضوع، وده الكلام ده برضو بعيدا عن اصابه صلاح بتاعت النهارده خالص. ما هو الكلام ده كان قبل الاصابه. ما قبل الاصابه هو النهارده قالوا ان احنا رحناه، وكان قبلها في مقدمات ان احنا بنفكر ان احنا ما نجيبوش والكلام من ده. بس ممكن ده يكون مطلوب في مرحله معينه. ده من نوع من انواع الدبلوماسيه، معلش انا ما احبش اتكلم في الدبلوماسيه، احب احط النقط على الحروف. احيانا تكون مطلوبه؟ اه طبعا لازم تكون مطلوبه عشان ما نوقعش في الاخطاء مره اخرى. اولا صلاح هو الذي رفض ان هو يجي. هتقول لي مين شمال؟ لا ده الجهاز الفني، لا اتحاد الكوره فضل يريحه، لا مش عارف ايه، ما ينفعش. ما ينفعش. محمد صلاح ما زال يشعر بما حدث في قصة التصويت، وما زال يعني بالتأكيد متأثر بهذا الموضوع، وكان واخد قراره ان هو ما يجيش هذا المعسكر حتى لو استدعي بشكل رسمي، مش هيجي حتى لو اضطر ان هو يعتذر علنا، ما عندوش مانع، لان هو حاسس ان هو غبن في هذا الموضوع ولازم يبقى ياخد حقه. ما خدش حقه، هو حد خد عطى محمد صلاح حقه، حد طلع من اتحاد الكره واعتذر عن الخطا اللي بيقولوا عليه غير مقصود او مش عارف ايه، حد اعتذر لمحمد صلاح رسمي، حد كلمه، حد عمل حاجه ان احنا بنعتذر على هذا الخطا الفظيع اللي حصل، ما حصلش. اذا كان يجب ان يكون في حاجه، حتى ولو اعتذر اتحاد الكره كان يجب على صلاح برضه ان هو ما يجيش. بس في كلام طلع ان في ترضيه ليه وان يكون هو كابتن المنتخب في المعسكر اللي جاي، وكلنا سمعنا الكلام مش ده. مش الكلام ده اللي هو ممكن جدا يخلي يرضي صلاح، ان انا هديك شرط الكابتن والكلام من ده، ده مش هو ده اللي يرضي صلاح. طب ده لو قرار ممكن يرضي، حضرتك قلت مش هيرضيه. مش هيرضيه طبعا. ولو هو وافق بيه، هيبقى يبقى مش نجم او مالوش لا يعني 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 انا لو مكان انا شخصيا لو مكان صلاح مش هوافق على اي حاجه ولا اعتذار، وهغيب عن اول وهعتذر عن اول بتاع مصر فوق العين والراس، لما يكون في مناسبه رسميه هاجي غصب عني وهاجي عشان خاطر اسم مصر. وهتلقى صلاح اول من يبادر ان هو يجي اي مباراه رسميه هيبادر ويجيها، لكن كان لازم ان هو ياخد موقف عشان اللي حصل ده ما يتكررش، وخاصه ان هي السابقه الاولى. اي نعم المجلس القديم هو اللي ارتكب المشكله دي، والمجلس الجديد مشارك في قصه التصويت، مشارك. لا المجلس الجديد مالوش علاقه، معلش هو كان موجود في السلطه، كان موجود. لا عشان بس نقول التواريخ صح، هو المجلس الجديد او اللجنه المؤقته جت بعد ارسال التصويت. لا ما كان 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 ثروت السويلم موجود المدير التنفيذي مع اللجنه عادي، يعني كان ممكن يبقى في نوع من انواع المتابعه، حتى ولو هو ملوش
ملوش يعني مش لا يتحمل الخطأ، بس كان يجب عليه معالجة القضية بشكل أكثر صراحة من كده، وشكل فيه نوع من أنواع الاحترافية، وإن احنا أخطأنا فعلا وإن هذا الخطأ لن يتكرر مرة أخرى. ما ينفعش بقى إن احنا هنحقق وبتاع وكلام من ده وده مضى ومضى مضاش، لا كان يجب إن يطلع بيان يقول إن اللي أخطأ فلان وفلان وفلان، وإن احنا نتائج التحقيقات حسب أعلنت اللجنة على طول على طول خلاص الموضوع معروف أصلا ومعروف من اللي أخطأ. فده اللي كان ممكن جدا يرضي صلاح، ومع ذلك برضو مش هيحضر المعسكر اللي موجود، واخد بال حضرتك؟ عادي جدا يعني. فانا حضرتك صحفي وبتكتب اخبار ومعلومات وتقارير عن هذه الموضوعات، وانت حضرتك بتكتب الموضوعات دي بتبقى العناوين رايحه في اتجاه مين على حساب مين، او شايف يعني انت عايز توصل المعلومه للقارئ؟ تمام. في موضوع زي ده انت حضرتك بتكتب مثلا الموضوع في اتجاه ان الاتحاد اخطا فصلاح كان عنده حق، ولا صلاح هيعتذر، ولا بتبقى الصوره ازاي في الكتابه الصحفيه؟ لا، هو الكتابه الصحفيه مفترض ان انت تراعي الجانب النفسي والانساني. أيوة. لصاحب القضيه رقم واحد، اللي هو بالتاكيد النجم، لازم تراعي الجانب الانساني بتاعه، لازم تقدر ظروفه، هو مش قادر يتكلم، هو ما يقدرش يقول لك انا مش يعني، هو محمد صلاح ما اعلنش ان هو مثلا هيسيب انه مش يرتدي في لنة منتخب مصر، ولكن مجرد ان هو اغفل اسم صفته كلاعب منتخب مصر، مجرد ان وصلت الرساله خلاص، فهو مش محتاج انه يعمل اكتر من كده، ومع ذلك هو الراجل وطني، فاحنا بناخد الامور من الجانب الإنساني أولا عشان نوصل للقارئ، لأن القارئ اللي يتأثر بالجوانب الإنسانية بعيدا عن الحاجات التانية وعن القرارات والحاجات المجعلصة بتاعت المجعلصة دي. أستاذ محمد صادق، نورتني وشرفتني، ودايما ألتقي بك على خير بإذن الله. أنا بشكرك، وإن شاء الله تبقى المرحلة اللي جاية المنتخب مصر إن شاء الله محرة كويسة، وما تبقاش مجعلصة دائما وأبدا بإذن الله، في تقدم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، فقرة كانت مهمة جدا مع كاتب صحفي كبير، بالتأكيد مهم جدا نسمع وجهه نظره ورايه، وكمان الموضوعات اللي بيكتبها في هذه القضايا الرياضيه، عشان الجمهور يبقى عارف المعلومات والقضايا دي ايه نتيجتها وايه احداثها، وفي نفس الوقت كمان الجمهور يطمن على مشوار ومستوى النادي الاهلي في الفتره الجايه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نجم من نجوم النادي الاهلي، رؤيه فنيه عن المرحله القادمه مع الكابتن حسين شكري في الفقره الاخيره والحواريه الاخيره من برنامج الاهلي الليله. اهلا وسهلا بكم من جديد، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي ليله، وفي ضيافتنا نجم من نجوم النادي الاهلي، دايما بينورنا وبيشرفنا في بيته في قناه النادي الاهلي، الكابتن حسين شكري. كابتن حسين، برحب بيك في بيتك، يعني ما ينفعش ارحب بيك في بيتك، بس اهلا بيك، نورنا وشرفنا. اهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب، وعائله الاهلي بخير، وكل سنه ومصر طيبه باحتفالات مصر اكتوبر. يا رب دايما باذن الله ان شاء الله. ايه الاخبار، الدوري سخن ولا بدا ازاي، وشايف الماتشات عامله ازاي؟ من شويه طبعا يمكن الاتحاد كسب المصري، المصري كان كسب الاسماعيلي، الاسماعيلي كسب دجله، نتائج متفاوته يعني، ما فيش فريق بنفس المستوى يمكن ما عدا الاهلي والزمالك يعني احيانا، لكن الاهلي في 3 مباريات 9 نقاط 10 اهداف. بص، بشكل طبيعي ان في البدايات دايما فترات الاعداد وفي بدايات الموسم والكلام ده كله بيبقى مش كل الفرق بتبقى وصلت للحاله الفنيه اللي هي الكامله ليها، وفي نفس الوقت برضو في بعض الفرق او لسه ما وصلتش للتشكيله اللي هي الكامله او الانسجام الكامل، لان انت عارف ان انت كل في بدايات الموسم بيبقى كل فرقه بتعمل اضافات جديده والكلام ده كله، على ما بتاخد تنصهر مع الفرقه وبتخش جوه التيم والفرقه والتكتيك بتاع المدرب والكلام ده كله، ممكن العمليه تاخد وقت يعني، فهتلاقي النتائج برضو مش الامور مش متظبطه في يعني، مش هديك مؤشر سليم ان الفرقه دي هتبقى ماشيه بشكل واضح او صريح، او ان هي هتكمل بشكل كويس، او ان هي هتبقى قليله او الكلام ده كله، مش يعني في البدايات بتبقى الامور مش مظبوطه، الا اذا يعني بعض الفرق طبعا اولهم النادي الاهلي، دايما احنا بنتكلم بنقول الاداء هو اللي بيوصلك للنتائج، يعني اهم حاجه، اهم من النتائج اللي في البدايات ما تبقاش النتائج خداعه، الاداء هو اللي ما بيبقاش خداع، بغض النظر ان في ناس ممكن تكون بتتكلم بتقول لك ان مثلا لسه ما النادي الاهلي ما قابلش فرق كبيره، لا النادي الاهلي قابل فرق كبيره، مش ما قابلش واكبر دليل على كده ان الناس مبسوطه من الاداء وكميه الاهداف اللي بيجيبها النادي الاهلي ما شاء الله، ده مؤشر ان انت في حاله ايجابيه وفي حاله
يعني ما شفناهاش من فترة عشان نتكلم بصراحة يعني. لا إن شاء الله بأمر الله تكمل الأمور بخير، الأداء كويس، وفي نفس الوقت المعدل التهديفي بشكل كبير قوي، حاجة كويسة يعني إن شاء الله. بس أنت بتتفرج على الماتشات، بنت الرؤية بالنسبة لك مين في المقدمة بينافس، مين هيكون في الوسط، مين مبكرة ممكن يكون عنده مشاكل في البقاء في الدوري؟ مش هتبقى زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا على معظم الانديه. السنه اللي فاتت كان فيه حوالي تقريبا 10 فرق او حاجه زي كده بتنافس على فمش هتبقى بالشكل دوت. يعني الحاله الفنيه في بعض الفرق، مش بدون ذكر اسماء يعني، الحاله الفنيه بالنسبه لهم او الامكانيات الماديه مش هتقدر تساعدهم ان هم ممكن يقدروا ان هم يكملوا بقوه لنهايه الموسم. في غزاره اهدافها في الدوري، اهداف كثيره يعني، الا اذا هو الله الحمد لله ربنا ديم علينا النادي الاهلي هو اللي بشكل واضح. الحمد لله ان هو ماشي بشكل كويس، مش هتخرج برضو الامور برضو عن الـ زي السنه اللي فاتت. النادي الاهلي وبيراميدز والزمالك، اسماعيلي، المصري ممكن يجي، فرق اللي هي الاتحاد، السكندري، فرق في فرق فيها بعض اللعيبه تحيلك ان هم يقدروا ان هم يعملوا موسم بشكل كويس لو ما حصلش حاجات انت عارفها اللي هي التخبطات الاداريه والكلام ده كله والمشاكل والكلام ده كله. لو مشيت الامور طبيعيه، لا الفرقه ديت ممكن تعمل شكل كويس. هل المستوى الفني لبدايه الدوري يعتبر مستوى جيد، مستوى قوي، ولا لسه البدايات مش ما هنقول المستوى هيبقى خداع يعني في البدايات ديت ممكن يبقى خد مش يعني عشان الكلام بس يبقى واضح، مش بنسب كبيره يعني احنا بنقول بس شكل عام. انما انت ممكن تلاقي فرق بتفوق بعد شويه في لعيبه لما بتخش العناصر الجديده، مع لو في حد عنده اصابات، لو عنده ايقافات، لو الكلام ده كله، الاحمال التدريبيه، الكلام ده كله، لما بتتظبط الامور ممكن تلاقي فرق مشيت بشكل كويس جدا. بس انت ليك بيبقى لك شواهد في مجموعه اللعيبه او الاداء ان هو ممكن يوصلك لحد فين. يعني في فرق ممكن يعني مهما حصل او مهما يعني القدرات بتاعه اللعيبه اللي موجوده هتبقى لحد معين، مش هتقدر ان هي توصل بشكل كبير، او ان هي نقول ان هي ممكن تخش المربع الذهبي او الكلام ده كله، هتبقى الامور بالنسبه لها صعبه على امكانيات اللعيبه اللي موجوده. طيب الروح بين اللعيبه كمان، يعني انت بتتفرج على فرقه الاهلي حاسس ان في روح ممتازه بين اللعيبه وبعضها، في ناس في التشكيل، في ناس مش موجوده، في ناس في القائمه، في ناس مش موجوده، لا حاسس ان في بدايه كويسه بالنسبه للاهلي. بص يا استاذ محمد، العنصر النجاح باكج كامل على بعضه. يعني مفيش لو في عنصر هيبقى ناقص في المنظومه كلها هتلاقي فيه دروب في حاجه معينه. النادي الاهلي من بدايه مجلس اداره بدا جاب مدرب ما شاء الله ماشي بشكل كويس، جاب لعيبه، المراكز اللي كانت ناقصه في النادي دعمها كويس بشكل كويس. كمل على كده ان الراجل كمان لما جه بدا البدايات بتبقى في الفرق الكبيره، بالنسبه للفرق الكبيره والمدرب لما بيكون داخل على فرقه كبيره بحجم النادي الاهلي وبجماهيريه النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي، وتبدا الامور بالنسبه له يبقى ربنا ميسر له الحال ان الامور تمشي بنتائج كويسه، كمان دي بتساعد بشكل كبير بحاجه كويسه. النهارده في لقطه لو معرفش ممكن تبقى موجوده ولا مش موجوده، بين الشوطين واللعيبة نازله الملعب في لقطه الازارو واجاهيه وهم بيتكلموا هما الاثنين. بص مركز انت بتتكلم اثنين مركز واحد، واحد بيوضح لواحد حاجه معينه في اللعب، دي تبين لك الروح عامله ازاي، الروح عامله ازاي جوه الفرقه، النجاح عامل ازاي، اوضه اللبس عامله ازاي، التكاتف عامل ازاي. خلي بالك عوامل النجاح دي، الحاجات اللي بره الملعب ديت بنسبه كبيره جدا بتتعاكس على الاداء في الملعب. الراجل عامل كمان حاله كويسه جدا ان هو بيدي فرص لناس كتيره جدا، الفوارق بتاعت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي معظمها قريب من بعض حقيقي، كلهم كفاءات ما شاء الله عليهم والمستوى قريب. هو عمل حاله بشكل جميل جدا بالمناسبه يا كابتن حسين، يعني دي كواليس عقب نهايه المباراه في فندق الاقامه، كواليس حصريه لكل جمهور النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي، والاجواء زي ما انتم شايفين يعني الاجواء بتفرض نفسها طبعا، والفوز دايما بيدي روح حلوه جوه المعسكر اكيد طبعا. وادي عمرو السليه قدامنا اهو، يعني الحمد لله، يعني انا بالمشهد ده كابتن حسين عمرو السليه يعني مطمن عليه ان هو ان شاء الله قادر يدوس على انكر رجله اعتقد ان شاء الله باذن الله، تبقى كدمه خفيفه ان شاء الله باذن الله ويرجع بسرعه ان شاء الله. هو التورم ده ممكن يوم او اثنين يغيب والدنيا تبقى احسن، وده شايفين كمان في حفل عيد ميلاد اعتقد داخل فندق الاقامه، هو اينما وجد النادي الاهلي دايما تلاقي الاحتفالات والاعياد
وبعدين هو وجد النادي الاهلي كمان مع 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 حاجه بقى يعني عايز اقولها. ده تكريم فندق لا ما يعني بص بص اللي اقيم فيه الاهلي خلال ال 48 ساعه. انا مش عايز اقول بس شهادتي تبقى مجروحه. احنا رحنا لشعب او مش عايز اقول شعب، احنا كلنا شعب واحد طبعا. احنا رحنا في بلد اسوان الطيبه ودي بلدي والناس اللي هي على سجيتها والناس اللي هي بالظبط كده يعني الناس كرمه بشكل كبير جدا وناس محبين بشكل كبير جدا للنادي الاهلي وبيعرفوا يكرموا الضيف بشكل كبير جدا. فانا بحييهم طبعا 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 طبعا. رحت لعبنا في اسوان وفي اوقات كبيره وناس اهل كرم يعني بامانه الله يعني بيكرموا كل الضيف اللي بيجي لهم هناك والكلام ده كله يعني الناس بتشيل الناس فوق دماغها يعني. مباراه بلياردو هي علي معلول ده عمر اوفر على عربيه احنا لسه كمان بنتكلم على الروح اللي موجوده في بص الحاجات دي كلها طبق الكلام ده كله بقى ودخله وسط الشغل او الاداء او اللعب او الكلام ده كله بتنعكس طبعا بشكل كبير جدا على الحاله اللي عايشها الفريق احيانا بنقدمهم عليهم بشكل كويس. احيانا كابتن حسين هذه المشاهد بتكون جزء من الاستعداد النفسي لمباراه تانية او الخروج من الذهن او ضغط مباراه انت لسه لعبها بظروف وطقس واجواء كانت صعبه جدا. بص في النادي الاهلي على مر الاجيال بيعرفوا يفصلوا كويس قوي بين مباراه خلصوها او بطوله خلصوها ولو حتى بعدها مثلا ب 48 ساعه او ب 72 ساعه في بطوله ثانيه او في مباراه ثانيه او حاجه مهمه ثانيه. النادي الاهلي على مر الزمن وعلى مر العصور بيعرف يفصل كويس جدا بين الفرحه الكبيره والسعادة بعد فوز او الكلام ده كله. بس الكواليس دي جميله طبعا. جمهور النادي الاهلي كان مفتقدها لفتره كبيره. الحاجات دي كانت عايز اقول لك كابتن حسين بتعمل يعني حاله سعاده لدى جمهور الاهلي. يعني شايفين بص علي معلول ووليد ازارو المشهد ده حتى بيفكرني بال فاكر فيلم محمد هنيدي لما كان بيقول الكره هتنزل في البوكت. لا وبعدين حتى بالرياضه واخدينها بجديه برضه. طبعا طبعا. مباراه لا مباراه مباراه لا بعدين وليد ازارو قاعد حكم بينهم. لا وبعدين لا علي معلول شكله لعيب. وليد ازارو دخل اهو في اللعب هيجيبها تمام. كابتن حسين يعني المشاهد فروزه كمان ده واضح ان هو محترف. المشاهد دي بالنسبه للعيبه كابتن حسين بتقيسها ازاي؟ بص دي بتعكس الحاله اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها ان الروح اللي بين اللعيبه وبين يعني بص معلش لو احنا هنقول مثلا لا قدر الله في حاجه زي كده لو الروح مش كويسه او في حاجه مش اوضه اللبس مش تسيطر عليها او اوضه اللبس مش حلوه مش هتلاقي العدد ده. هتلاقي الماتش خلص العشاء مثلا او الكلام ده كله التجمع خلص هتلاقي كل مثلا واحد او كل اتنين في اوضته. انما بالشكل دوت واضح ما شاء الله الحاله اللي موجود فيها عليها اللعيبه ودي عامه يعني سمه النادي الاهلي الروح ديت والمحبه والالفه زي ما بنقول عيله واحده. هو ده فعلا النادي الاهلي طول عمره كده يعني. ترجمه الروح حضرتك بتشرحها للناس. احنا شايفين دلوقتي علي معلول وحسام عاشور ووليد ازارو تمام. علي معلول كان موجود حسام عاشور ما لعبش وليد ازارو شارك في الجزء الاخير من المباراه. فيعني عندك رساله ومقياس لكل حاجه ممكن تقولها في مباراه في لقطه زي دي. بص هو لحضرتك والتلاته ما تشعرش لو انت ما شفتش المباراه تجمع وتبص على التلاته ما تعرفش مين فيهم بيلعب ومين ما بيلعبش. تجمع ده كله ان الهدف بيبقى واحد دايما. النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او الجهاز او مجلس اداره الناس كلها او محبين النادي الاهلي هو الهدف واحد. الهدف ايه؟ النجاح. النجاح بمين؟ ما بيشترطش يعني. انكار الذات في النادي الاهلي ده شيء يعني متعارف عليه من زمن الزمن يعني. هو ترسيخ مبدا الاهلي فوق الجميع. بالظبط. ان 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 الهدف هو النادي الاهلي، انه النادي الاهلي يبقى رقم واحد. مين بقى اللي موجود او بالشكل ايه او الكلام ده كله؟ الهدف الجماعي. بالظبط كده. صح. فهي هي العمليه اصل هنرجع نقول مثلا انا ما لعبتش، طب وبعدين؟ بوست، طب وبعدين؟ طب مستواي اقل، طب وبعدين؟ انت الخسران في الاخر. واخد بال حضرتك ازاي؟ دي ممكن نلاقيها في حتة تانية. انما النادي الاهلي لا، انت بتحارب من اول يوم. وانا كنت قلت مع حضرتك تقريبا قبل الكلام ده قبل كده، انت بتحارب من اول يوم في فتره الاعداد لحد اخر يوم في السيزون. انت بتقاتل وبتحارب عشان تلعب. واللي بيلعب بيحارب وبيقاتل عشان يحافظ على مكانه. روح منافسه شريفه بين اللعيبه وبين بعضها ده موجود. دي سمه من
يعني اللي عايز يعرف النادي الاهلي بينجح ازاي، بينجح لان الناس دي كلها هدفها واحد، صح، كله بيحارب وبيقاتل. يعني انا مش عايز بس يعني اللفظ يبقى صعب شويه، لا، ان انا بحاول ان انا احافظ على على المكانه اللي انا فيها، او احافظ على الشكل اللي انا فيه بنجاح النادي الاهلي، سواء انا موجود او مش موجود، سواء انا بلعب او مش بلعب. الهدف في الاخر واحد، ان هو ان النادي الاهلي يبقى رقم واحد. هي المشاهد دي خير دليل على كل احنا بنقول، واحنا كنا لسه بنتكلم قبل ما تيجي المشاهد، كلام انشا كتير قوي، وناس تقول لك بيقولوا كلام في لا 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 ولا انشا ولا حاجه. الصوره خير دليل. بص يا استاذ محمد، اللي ما عاش في النادي الاهلي وما دخلش جوه النادي الاهلي وعاش ولعب في النادي الاهلي مش هيعرف قيمه الكلام اللي احنا بنقوله دوت بشكل كبير، ولا هو كلام انشا ولا كلام اي حاجه. نجاح النادي الاهلي على مدار سنين عمره بالكلام ده كله، ان حاجات بتتوارثها الاجيال، ناس من ناس من ناس من ناس، ان الهدف في الاخر مين؟ النادي الاهلي والاهلاوي الصح، هو واثق وعارف الحاجات بالزبط دي. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب انا هقول لك تصريحات رينيه فايلر النهارده في المؤتمر الصحفي، قال احنا سجلنا النهارده 5 اهداف وده امر رائع للغايه، خاصه في ظل الظروف الصعبه اللي خدنا بها هذه المباراه، سوء ارضيه الملعب، درجه حراره، رطوبه كانت عاليه جدا. هل ده اعتراف منه ان مواجهه اسوان كانت صعبه نتيجه هذه الظروف رغم الفوز بالخماسيه؟ احنا مش عايزين ننتقد حاجة، بس ما فيش حد بيلعب في ظروف اللي هي درجة حرارة 45 الساعة 3 الظهر، يعني ما بقتش موجودة دلوقتي خلاص عكس زمان. صعب يعني، صعب قوي ان انت تعمل مباراة في وقت زي دوت. والحمد لله رب العالمين ان اللعيبة كلها خرجت، سواء لعيبة النادي الاهلي او لعيبة اسوان، ان هم خرجوا سلام الحمد لله، ما حصلش حاجة، من حاجة صح، تأثير من الجو بشكل كبير. ان انت في الظروف اللي زي ديت تقدر ان انت تكسب وتقدم بشكل كويس وبنتيجة كويسة، لا، في حاجة موجودة في النادي الأهلي، ويا رب يعني إن شاء الله بأمر الله نتمنى من ربنا إن هي تستمر وإن هي تبقى أفضل وأحسن الفترة اللي هي اللي جاية. النادي الأهلي لعب النهاردة زي ما بيقول، مش عايزين نقول اقتصادي أو الكلام ده كله، لعب بذكاء. إمتى أنا متحكم في أداء المباراة، عارف إمتى بضغط، عارف إمتى بهاجم. من بدايه المباراه واضح ان النادي الاهلي نزل ضاغط، ان هو في الربع ساعه الاولانيه ان هو ينهي الماتش، لانه عامل حساب ان الجو هيبقى صعب والكلام ده كله، وهيبقى في تاثير بدني على اللاعبين بالظبط كده. بحاول ان هو لما تلاقي لحد الدقيقه تقريبا 15 النادي الاهلي كان بيضغط بشكل كبير جدا، بعد ما احرز الهدفين والكلام ده كله بدا يرجع نص، يلعب نص ملعب زون نص ملعب، يضيق المساحات، ان فترات المساحات بتاعه الجري ما تبقاش كتيره، تبقى في حدود صغيره وقريبه. ساعد على كده كمان امكانيات اللعيبه اللي موجوده، احنا بنقول اللعيبه اللي موجوده كلها لعيبه كوره، بيعرفوا يحافظوا على الكوره كويس، ودي من سمات الفرق الكبيره، ان انت تعرف تتحكم في الريتم بتاع او الاداء بتاع المباراه، ان انا متحكم فيه، دي شيء مش اي فرقه تقدر تعمله او ان هي تقدر تنفذه. لازم يبقى عندك العناصر اللي موجوده في الملعب عندك كلهم لعيبه كوره. لعيبه كوره يعني ايه؟ مش مساله ان لعيبه كوره ان هم حريفه او كلهم بيعرفوا يرقصوا او الكلام ده كله، لا، ان انا بعرف استلم واعرف اسلم، بعرف اتحرك ازاي، افضي مساحات، اخلق مساحات لزميلي، اساعد زميلي، الكلام ده كله، كل ده ذكاء في الملعب. كل ده ان انا اقدر اسيطر بشكل كبير على الكوره تبقى معايا، الاستحواذ يبقى بشكل كبير بالنسبه لي، مفيش خطوره عليا، الكلام ده كله دي بتتعامل بيها بذكاء، ودي سمات الفرق الكبيره. النادي الاهلي اتعامل كده النهارده، ان هو قدر ان هو في فترات كبيره قوي ان هو لما بيضغط وبيروح وبيشتغل، بيشتغل على الجون، مسيطر على الجيم، لما بيحب ان هو مش عايزين نقول بيريح او الكلام ده كله، ان هو بيشتغل برضه عشان حته الارهاق والكلام ده كله، بيرجع لنص الملعب، بيقفل مساحاته زي الناس، لعب بذكاء كبير جدا، وكان ربنا موفقهم الحمد لله رب العالمين. وده برضه خلي بالك من الخبرات بتاعه اللعيبه اللي موجوده في الملعب، بتساعد وذكاء كمان من الجهاز الفني، ان هو عارف ان هو يلعب ازاي ويطلع باقل الخسائر من الجو اللي هو الصعب اللي كان بيلعب فيه. ما هي بعض التفاصيل الصغيره دي بتدينا احساس لا ان الجهاز دارس كويس قوي الظروف اللي بيلعب فيها. طبعا انا حتى دي جزئيه مهمه، حتى حد كان بيتكلم تقريبا، كان بيقول ان هو المدير الفني اجتمع مع المسؤول التغذيه المباراه طبعا النهار والكلام ده كله بالظبط، فكان الامور ان هم كانوا هياخدوا مثلا العنصر التكميل الحاجات المكملات الغذائيه والكلام ده كله، دي منظومه كبيره ومنظومه عارفه بتشتغل ازاي، واخد بالك ازاي. يعني النادي الاهلي يعني مش هقدر اقول لك اكتر من النادي الاهلي عارف كل التفاصيل الصغيره اللي توصلك للنجاح وياه. طيب ريني فايلر ايضا قال لا يوجد مجموعه مفضله او مميزه بعينها عن غيرها، مؤكدا ان الاداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمساله المشاركه في المباريات. هل كده هو بيحفز اللعيبه على القتال في كل المباريات؟ طبعا انت عملت من البدايه
عملته منافسه شريفه بين اللعيبه وبين بعضها. الكل تقبل الموضوع، الكل بيحاول ان هو يخش جوه الفرقه بشكل كبير، بيجتهد في التمرين. ما انا بقول لك زي ما كنا بنتكلم من شويه، معظم اللعيبه بتاعت النادي الاهلي لعيبه كويسه ولعيبه مميزه، والفروقات مش كبيره بين اللعيبه وبين بعضها، الفروقات مش كبيره. يعني لما تيجي تحسبها لو قعدنا حتى نعدد اسماء والكلام ده كله، هتلاقي الفروقات لو شلت فلان حطيت فلان ما تحسش بحاجه، ما تحسش بفرق كبير. واخد بال حضرتك ازاي؟ ودي ساعدته ان هي اول ما بدا، انه بدا وبدات كمان ربنا كرمه بان النتائج ساعدت. باول مباراه كانت في افريقيا بره، ان انت كسبت دفعه معنويه بالظبط، فديت حاله كويسه للعيبه اللي موجوده. فانا شايف ان 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 جراءه منه كمان ان هو يبقى داخل على فرقه باسم بحجم النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي ويعمل الروتيشن ده ومن بدري، وعامل حساب ان التوقيت بين المباريات وبين بعضها الفوارق مش كبيره، وعمل الحاله ديت واللعيبه تقبلتها في سفرك الطويله بالظبط، واللعيبه تقبلتها واللعيبه ساعدت في الكلام ده كله. لا ان شاء الله بامر الله بيحلنا ان النادي الاهلي جاي بشكل كويس قوي ان شاء الله بامر الله. يعني فكره ان معظم القايمه لعبت، ده ممكن الجهاز الفني خلاص بقى عنده رؤيه لامكانيات اللعيبه اللي معاه؟ بص الجهاز الفني خلاف التقارير او الشرايط اللي اتفرج عليها او كل ده قبل ما يتولى المسألة رسميا المهمه، او قبل ما يكون موجود في اول تدريب للفريق، لكن خلاص دلوقتي في مباريات غير وحط تشكيل وابتدى يشوف العناصر بقى على ارض الواقع بالنسبه له. الرؤيه بالنسبه له دلوقتي وضحت بشكل كبير جدا. يعني انت اتفرجت على شرايط اي مدرب، يعني مش شرط الريلين فاينر، بشكل عام يعني انت اتفرجت على شرايط اديتك مؤشر او عنوان لحاله معينه. لما بتنزل الملعب خلال التمارين وخلال المباريات وخلال الروتيشن اللي انت عملته والكلام ده كله، بتتضح لك الصوره بشكل اكبر. واخد بال حضرتك ازاي؟ وان انت برضو معلش ان انت يبقى من 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 الحاجات اللي احنا برضو ان احنا يعني لازم نشكر فيها عليها الراجل، انك لما بتغير حد من اللعيبه مركز وينجح فيه ويشتغل فيه بشكل كويس، لا انت عينك كويسه. وعينك كويسه يعني معنى كده ان انت بعد كده لما هترجم الكلام من دوت اللي انت شفته بدماغك في الملعب، لا هتوصل لنتائج افضل واحسن بكتير. انك حاطط تشكيله مناسبه بالظبط. يعني احنا مثلا لو قلنا اجي لما جه ولعب فيرود، هو كان حتى بعيد بقاله فتره كانش بيلعب بالظبط، وكان اداؤه مثلا كان بعد الاصابه كان الامور بالنسبه له، لما رجع غير المكان بتاعه واتحط في مكان مميز، ربنا وفقه واشتغل كل مباراه الحمد لله دلوقتي بيجيب بيحرز فيها اهداف والكلام ده كله. دي من ايه؟ دي من الراجل ان هو جه وشاف، واخد بال حضرتك ازاي؟ وكان عنده الجراءه والشجاعه ان هو ياخد واحد مثلا كانت بعد الاصابه كانت حالته الفنيه او الذهنيه ما كانتش بشكل كبير، وان انا احطك في مركز معين وان انا اتوسم فيه خير وان انت ربنا يكرمك. لا راجل عنده رؤيه وعنده فكر كبير لفرقه، وقف بشكل كبير قوي على معظم الامكانيات بتاعت اللعيبه اللي موجوده. اختصر وقت كبير كتير انه عارف امكانياتهم في مباريات رسميه ودفع بيهم سواء اساسي او احتياطي بشكل كبير، وساعده على كده عمليه الروتيشن اللي هو عملها، لان في مدربين بشكل كبير لان في مدربين اول ما تقول له مسؤوليه اي فريق يبدا بالمجموعه الاساسيه اللي كانت بتشتغل قبل كده، وبعد الوقت ممكن يبدا يغير في لاعب او اثنين حسب ظروف المباراه، لكن لما على ما ياخد فكره عن الفريق بالكامل ممكن يكون عدى نص سيزون. بص يا استاذ محمد، لا كنا قلنا برضو هنا قبل كده ان المدرب الشاطر اللي بتبان عليه البوادر النجاح من بدري خلال وقت قصير مش بعيد، على فتره قصيره مش بعيد، حتى لو بشكل نسبي، واخد بال حضرتك ازاي؟ بس بتبان ان انت تيجي ويبقى عندك الجراءه ان انت تعمل اللي انت عملته ده، لا انت واضح ان انت عندك فكر، وقصاد الفكر ده كمان ان انت راجل شجاع، ودي حاجة مهمة جدا 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 في مدرب الكورة، إن أنت عندك من الشجاعة إن أنت تقدر إن أنت تغامر في وقت من الأوقات. مظبوط. واخد بال حضرتك إزاي؟ إن أنا غامر دي في مدربين بيبقوا كويسين وشطار وكل حاجة، بس هو ممكن يقفل على مجموعة وهو مقتنع بالمجموعة ديت وخلاص على كده، ممكن يجي عليك فترات في 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 المباراة بتبقى محتاج إن أنت تغامر بشكل كبير عشان تحقق مثلا هدف معين، واخد بال حضرتك، وتقلق. سواء جوه ملعبك او بره ملعبك، انما يكون عندي الجراءه ان انا اعمل الروتيشن دوت وبالشكل دوت، ويبقى عندي الجراءه وانا لسه جاي. يعني كان ممكن يقول ايه، لا طب انا الناس اللي كانت موجوده واشوف وبعد كده والفرص تبقى في 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 حدود صغيره او ضيقه او الكلام ده كله، لا الراجل ما عملش كده. الراجل ادى فرص للناس كتيره جدا. فلسفه جديده
مش فلسفه جديده. هو عنده يعني غير ان هو عنده كوره كويسه وعنده رؤيه ان هو عنده شجاعه. ما الشجاعه دي خلي بال حضرتك برضو مش ممكن تلاقي مدرب كويس كل حاجه بس ما عندوش الجراءه والشجاعه. لا هو عنده الشجاعه ان هو جاي كمان على مكان جديد ونادي بحجم النادي الاهلي وان انت يبقى عندك الشجاعه ان انت تعمل اللي انت عملته ده. لا انت راجل انا عن نفسي احترمك يعني. طيب راي افايلر برضو في المؤتمر الصحفي راح في وزاره الدور البدني واتكلم ان هو شايف ان الدور البدني كان ليه دور كبير جدا او ان احنا البدني كان ليه دور كبير جدا في فوز الاهلي على اسوان النهارده لان قال ان الاداء البدني كان مميز للغايه وبدليل حتى ان الفريق خلال الشوط الثاني رغم ان المفروض المعدل البدني يقل نتيجه طبعا الحراره العاليه والرطوبه ومعدلات الجري لكن مع ذلك الشوط الثاني الاهلي احرز 3 اهداف اكتر من الشوط الاول احرز فيه هدفين وكان في سيطره ميدانيه رغم سوء حتى ارضيه الملعب. انا بقول لحضرتك رسائله او معاني اللي عايز يوجهها في هذا الكلام سواء للجمهور او للعيبه نفسها لان اكيد اللعيبه هتقرا تصريحاته بعد المباراه. بالظبط انت واصل لحاله فنيه وبدنيه حاله كويسه. ان انا بقول كده لو في حد مش فاهم ان 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 العمليه مش عمليه مش عايزين نقول يعني ايه جاي اعتباطا لا احنا فرقه الحاله البدنيه احنا عارفين احنا واقفين على اللعيبه ازاي والحاله البدنيه بتاعتنا عامله ازاي وزي ما قلنا برضو من شويه استاذ محمد ال ان انت تلعب بذكاء في مباراه زي دي في توقيت زي دوت والسفر ده كله وبعد تقريبا من مباراه الانتاج الحربي تقريبا 72 ساعه يعني مفيش 48 ساعه وفيها سفر طيران والكلام ده كله وان انت تادي بالشكل ده والكلام ده كله لا واضح ان انت والناس اللي شغاله معاك او الجهاز اللي شغال معاك المعد البدني او الكلام ده كله لا انتوا عارفين انتوا رايحين فين. يعني الناس شغاله بتخطيط معين وبحسابات مدروسه بشكل كويس في تخصص جوه الجهاز الفني. بالظبط الجهاز الفني مش في مدير فني فقط. لا 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 ده في مدير فني وفي مدرب مساعد وفي مدرب عام وفي مدرب سكاوتنج للتحليل البيانات وفي مدرب للتحليل الكلام ده كله والاحمال والاحمال وحارس المرمى كمان مدرب حارس المرمى. بالظبط بالظبط كل ده تخصص وان انت تقدر تعمل استشفاء بين في خلال 48 ساعه او 72 ساعه من خلال سفر والكلام ده كله دي بقى البنيه التحتيه اللي بقت موجوده في جهاز الكوره. بالظبط بالظبط احدث المعدات اللي موجوده في جهاز الاستشفاء وكل الامور ديت لان احنا عانينا من الكلام دوت. كان فتره من الفترات كانت كان في سفريات افريقيا كان ضغط مباريات في الدوري المحلي ضغط مباريات والكلام ده كله ما كانش فالنادي الاهلي ما هو بص المنظومه لما كنت في بدايه كلامنا لما كنا بنتكلم من شويه بنقول على النجاح الكامل مجلس اداره بالنجاح بيبقى بشكل كبير جدا لما عانينا في الحته اللي هي الـ لما دخلنا في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وكاس مصر والدوري والكلام ده كله كان فيه لود كبير جدا على اللعيبه وما كانش فيه جهاز الاستشفاء اللي موجود ده دلوقتي والكلام ده كله من عناصر النجاح ان احنا لما لقينا خلل في حاجه معينه ان مجلس اداره وفر على كده وفرت بسرعه. بالظبط ده النجاح بقى اللي احنا بنقول عليه ان هو متكامل للناس كلها اللي المنظومه كلها بتساعد على النجاح ان الفرقه تظهر في افضل شكل ليها واحسن شكل ليها. حمدي فتحي من العناصر اللي نقدر نقول صفقه مميزه جدا للنادي الاهلي مش للسنه دي بس لا للخمس ست سنين الجايه بشكل كبير ومش من السنه دي ده من الناس اللي دخلت وانصهرت جوه النادي الاهلي لا انصهرت انصهرت جوه الفرقه بشكل كبير يعني ما خدش وقت يعني احنا ممكن هقول لحضرتك حاجه يعني لو قلنا الفرق بينه وبين الوقت كان قصير برضو قفشه اندمج ودخل بسرعه. بالظبط غير مثلا لو جينا قلنا حسين شحات ممكن يكون جه خد وقت الموسم اللي فات كانت الامور بالنسبه له ممكن كانت الظروف عكس الظروف دلوقتي ممكن لان في لعيبه لما اندمج لما اندمج دلوقتي في الفريق لا لما اندمج دلوقتي في الفريق والكلام ده كله بص لما نتفرج دلوقتي على حسين الشحات عامل ازاي في لعيب بيقدر ان هو ينصهر بسرعه وفي واحد بياخد وقت شويه واخد بال حضرتك لا حمدي فتحي من الناس اللي لو اول ما دخلت مع الفرقه لا ادت وانصهرت جوه الفرقه بشكل كبير وهو عنصر ما شاء الله عليه مميز يعني توقيت دخول اللعيب كمان في الفريق بيفرق معاه طبعا لو الفرقه فايقه وراكبه وماشيه بشكل كويس الفرقه بتشيل اللعيب الجديد معاها بالظبط بتدي شجاعه كمان للاعب ان هو وانت نازل ما فيش ضغوط كبيره بشكل كبير عليك ان انت تقدر تادي افضل اداء ليك بالنسبه لك وبتدي شجاعه للراجل المدرب اللي موجود ان هو يقدر يديك في اي وقت من الاوقات لان النتائج برده خلي بالك والاداء بتدي شجاعه برده للمدرب اكتر ان هو ان انا اقدر لو انا عايز ادي حد او ان انا ادي فرص لحد او الكلام ده كله لو النتائج مش مساعده او الكلام ده كله بتبقى الامور صعبه شويه مظبوط انما لما النتائج بتبقى والاداء بيبقى بشكل مميز وبشكل كويس بيبقى عندك من الجراءه والشجاعه ان انت تقدر تدي ناس كتير او تعمل عمليه الروتيشن او الكلام ده كله بشكل وانت مستريح يعني. طيب عايز اسالك على اداء حمدي فتحي في وسط الملعب. حمدي من اللعيبه
اللي بتكمل الهجمه بشكل مميز جدا، بيسدد على المرمى بشكل ممتاز، هيدرز كمان في ال 18 ده حتى من ايام ما كان موجود في دمنهور، لدرجه حتى في مباراه انا فاكر مع الاهلي كان من اللعيبه كانت بتهدد دايما الاهلي، وفي انبي تقريبا كان بيجيب برضو نفس الاهداف نفس الاهداف اللي كان بيجيبها بدماغه ديت في نفس المكان دوت من عند نقطه الجزاء برضو مميز هو فيها. لعيب جوكر؟ لعيب جوكر يعني لا هو لعيب ممكن نقول لعيب مميز في مكانه. يعني اللي هو زي ما احنا بنقولها بالبلدي كده دوت مالي مكانه. وما كانش حد ممكن يقدر يتوقع ان مثلا بعد حسام عاشور طبعا ربنا يديله الصحه ان هو يقدر يكمل ان شاء الله. طبعا حاجه لا حسام عاشور كل التقدير وكل الاحترام للاعيب زي دوت بامانه الله، يعني ان هو يجي وياخد في المكانه ديت وان هو يقدر يخش وان هو يقدر يعوضك عن واحد زي ما بنقول مسمار النادي الاهلي او مسمار وسط الملعب، ان حمدي فتحي نجح بنجاح بشكل كبير جدا. شوف يعني الشيء لفت النظر وبرضه عايز اعيدها تاني لان اللقطه بصراحه انا ما اقدرش انساها. يعني حسام عاشور كابتن الفريق وما بيلعبش، ممكن كابتن فريق في اي حته تانية اقول لك ده انا كابتن الفريق ازاي ما العبش وازاي ما كنتش موجود وازاي ماليش دور، في ناس كتيره بتعمل الكلام ده واسامي كبيره انا شفتها حتى في ملاعب كتير، لكن حسام عاشور كابتن الفريق وما بيلعبش، شوف حالته واقف زي في وسط زمايله حتى بيلعبوا بعد بيلعبوا بلياردو بعد المباراه في الفندق وفي وسطهم عادي. الحاله دي اللي احنا بنشوفها في الاهلي كاس السوبر يعني بص الحاله اللي كان عليها حسام عاشور. بص احنا كنا بنتكلم من شويه بنقول يعني انت يعني اللي هو عارف انت التتابع العصايه انت بتسلمها عشان تكمل نهايه المشوار، هي صح. دي نفس القصه. حسام عاشور بيدي رساله لحمدي فتحي بقى وللسوليه وكل الولاد اللي هم محمد محمود والناس اللي هم الصغيرين، اللعيبه الجديده لما تلاقي اللعيبه الجديده دي كلها ده بيدي مش يعني بيدي رساله كبيره جدا، هو ده النادي الاهلي، احنا بنمشي كده، احنا شكلنا كده، احنا نظامنا كده، صح. مش ان انا ساكت وبس، انت بتدي رساله لكل اللعيبه اللي موجوده ديت، هو ده النادي الاهلي. واخد بقى حضرتك ازاي؟ اداء رمضان صبحي اتطور ولا بقى فيه ميزه في الفينش؟ بقى فيه اجتهاد في ان ازاي يختم اللمسه الاخيره او يختم الهجمه صح؟ اتطور طبعا بشكل كبير، وواضح ان هو الشغل الفردي اللي الجهاز شغال فيه معاه بانت عليه الملامح بتاعتها. لان في شغل تخصصي بيحصل في تدريب طبعا لازم يعني واضح قوي طبعا لو ما فيش شغل تخصصي لانهاء الهجمه بتاعت رمضان ما كان هيفضل اداؤه كويس والكلام ده كله بعيد عن منطقه التهديف او بعيد عن الصندوق او بعيد عن ال 18. واخد بقى حضرتك؟ لا انت النهارده ما شاء الله النادي الاهلي لعب 3 مباريات بتسع نقاط ب 10 اهداف بثلاث اهداف هدفين او ثلاث اهداف لرمضان صبحي بالظبط مظبوط ولا مش عدد اهداف رمضان في الست مباريات مع ريني فايلر 3 تمام؟ في ست مباريات بالمقارنه بالموسم الماضي كان حوالي 3 او 4 في حوالي 20 مباراه. الفرق واضح بشكل كبير جدا ان الراجل ده برضه هنرجع تاني للراجل دوت كعنصر مكتمل للفرقه كله كاداء فردي وجماعي، لا شغالين بنظام مدروس وبنظام محسوب، وواضح التطور. مش عايز اقول كمان رمضان بس، يعني لما هتبص رمضان لما هتبص الاجايه لما هتبص لحسين الشحات لما هتبص لقفشه السليه حمدي فتحي العنصر اللي هو مش هنتكلم على الناس اللي هم المدافعين اللي ورا ما شاء الله ربنا يحميهم بهاني طبعا باشرف معلول ما شاء الله وكل العناصر كمان اللي بتخش ان كان احمد فتحي او الناس اللي هي احمد كمان اللي الفتره الاخيره عايز اقول لك الاوفرات بقت بالملي. الله ينور عليك يعني انا ملاحظه بس عشان الله ينور عليك لا الله ينور عليك فعلا الاوفر كمان بتاعه اتحسن مش عايز اقول اتحسن يعني بقى فعال او مؤثر بشكل كبير جدا. واضح ان الحاجات اللي هي الفرديه او النواقص اللي عند اللعيبه هو شغال عليها الراجل دوت كويس. هو جوكر فتحي جوكر طول عمره. لا الراجل كمان المدرب واضح احنا لسه بنتكلم على رمضان وان هو بيقدر ينهي الهجمه وان هو بيقدر يهدف في حاجات محتاجه تتزود فبيبتدى يشتغل عليها تخصصه ويزودها الراجل انا معلش برضه هرجع تاني المره اللي فاتت لما كنت هنا قلت لك انت عايز الحرفيه بتاعت المدرب اللي هو الحرفي المدرب الصنايعي اللي هو بتاع الملعب اللي هو بيشتغل بايده واسنانه في الملعب مع اللعيبه موجود متواجد مع اللعيبه مع كل لحظه انت بتشوف الاخطاء الفرديه او الجماعيه في 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 الفرقه ايه وبتبدا ان انت تشتغل عليها وبتشتغل عليها بشكل كبير مزبوط. فهو ده التطور بتاع اللاعب الفردي او بالشكل الجماعي احنا شايفين النادي الاهلي بالشكل الجماعي الاداء ما شاء الله الكره كويسه جدا لما نيجي نتكلم كمان على العنصر الفردي لما بنتكلم على اوفر لاحمد فتحي كابتن احمد فتحي او كابتن رمضان
صبحي ان هو يقدر يفنش او يجيب اهداف او الكلام ده كله، كل الشغل دوت مع الشغل الجماعي لا في كمان شغل فردي. ولسه عندك كمان اليو ديانج وليد ان شاء الله طبعا طبعا باذن الله بالظبط، مروان محسن اللي رجع من اصابه، ازارو ازارو كمان وليد سليمان. لا لا عندنا ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله يعني فرقتين نمسك الخشب وان شاء الله صباح جمعه كمان يعني في اكتر من محمود بتقول لي بيرجع من الاصابه وياسر ابراهيم مع سعد سمير وكريم ديفيد محمد محمود ما شاء الله. لا احنا عندنا ما شاء الله، ولسه زي ما كنا بنتكلم في بدايه الكلام برضو ان الـ ان الـ ان الفوارق تساعد اي حد ان هو بالظبط ان انت تعمل، ودي هتفرق معانا ان شاء الله بامر الله مع ضغط المباريات والمباريات بتاعه افريقيا، هيقدر الراجل ان شاء الله باذن الله ان هو يقدر يحسب حساباته مظبوطه. هي الفكره ان احنا ما نوصلش لحته الارهاق ديت او التعب. هي الفكره الاداره عارفه احتياجاتها والجهاز الفني بالزبط. عارف احتياجاته، حددت احتياجاتك ايه اشتغلت عليها وجبتها من غير ما تجيب اعداد ملهاش اي عدد وملهاش اي لازمه، لا اشتغلت على احتياجاتك اللي انت عايزها ومش على فتره قيد واحده، على فترتين قيد عشان في النهايه توصل للهدف اللي انت عايزه. وده حصل قبل كده في نفس المرحله اللي كانت من 2003 2004 لغايه البطولات اللي اتحققت بعدها حوالي 10 سنين او 12 سنه. نتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان اللعيبه ديت زي ما هم كده ربنا يبعد عنهم شر الاصابات بامر الله، وان هم يقدروا يكملوا ويجيبوا لنا ان شاء الله بطوله افريقيا باذن الله ان شاء الله باذن الله. بشكرك على الحلقه الجميله دي معاك، ومبسوط دايما لما بكون مع نجوم النادي الاهلي وبنسمع منهم ارائهم الفنيه، وموفق دايما في مشوارك مع فرق قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ونشوف بقى اجيال صاعده على ايديك يا رب وعلى ايدين كل مدربي القطاع ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليك، متشكر يا استاذ محمد. شكرا لك كابتن حسين. فقره كانت مهمه جدا، فقره فنيه مع الكابتن حسين شكري، وسبقها فقره مهمه جدا مع النقد الرياضي والاعلام الرياضي في ضيافتنا كان الاستاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه. قدر الامكان النهارده حاولنا نوصل لكم الصوره في احداث مباراه الاهلي واسوان وفوز الاهلي في اسوان بخماسيه، نتائج متميزه، لكن الفتره القادمه احنا بنعتبرها ان هي استراحه محارب. صحيح الفتره القادمه فتره توقف دولي، اجنده دوليه المنتخب الوطني بيستعد للتصفيات الافريقيه اللي هتنطلق في شهر نوفمبر، ففتره كويسه ان النادي الاهلي او الجهاز الفني يقفل شويه على اللعيبه، يعمل مباريات وديه، يبدا يشوف بقى المرحله الجايه ازاي هيخطط ليها، لان هيكون في ضغط مباريات اول ما يرجع الدوري 19 اكتوبر هتكون البدايه مع مباراه نادي الزمالك. خلاص محطه سابقه، ست مباريات فزنا بست مباريات كانت فيها اهداف معينه، تاهلنا لدور ال 16 في بطوله افريقيا، فزنا بالسوبر الافريقي في مباراه كبيره على نادي الزمالك، حققنا 9 نقاط ب 10 اهداف في اول 3 مباريات على فرق كبيره، لكن كمان او السوبر المحلي ماشي السوبر المحلي على نادي الزمالك، و3 مباريات ب9 نقاط ب 10 اهداف، فالبدايه جيده في الدوري العام. الاهلي لعب مع فرق كبيره سواء في السوبر او حتى في الدوري، لكن البدايه كويسه جدا، استراحه محارب في الفتره الجايه واستعدادا للمرحله القادمه. بشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.